كالعاده بالنسبه للنادي الاهلي. ارسال امامنا سبال سريع يحاول يضرب لكن ديفنس كان موجود في هذه المره من محمد مجدي. تترد محاوله للضرب من ضياء يستخدم حائط الصد لصالحه رغم انها اوت اوف سيستم ومزنوقه ومش هتيجي غير من مركز اربعه وثلاثي من حائط صد يقدر ان هو يتعامل، لكن الايد ما كانتش من بره لجوه من عبد الله عبد السلام بالشكل الايجابي ومن ثم استخدم حائط الصد لصالحه كان ضيقه. ضياء لاعب النادي الزمالك والدولي طبعا مع منتخبنا الوطني الاول. هذا الباشمهندس، باشمهندس على فكره خريج كليه الهندسه. كوره استقبال ضعيف من مومو هتعدي سهله، شانس بول لنادي الزمالك في هذه اللحظات. دبشه فتحي والضرب من هيكل والنقطه الثانيه ليه على ارض الملعب والثالثه لنادي الزمالك من الاوبوزيت يطير وينجز النقطه الثالثه لنادي الزمالك على ارض الملعب. هي حمى البدايه لسه لاعبينا ما دخلوش في اجواء المباراه على ارض الملعب ولسه بدري والاهم مين يضحك في الاخر. 3 على شيء في بدايه احداث الشوط الاول من المباراه الافضليه لنادي الزمالك. ما زال على الارسال محمد مجدي احمد هيوجه فلوتر. مومو استقبال حلوه عبد الله اوه يظهر الكوره بره ما ظهرش ما لمستش التقاء السايد لاين بالبيز لاين او الخط الخلفي بالخط الجانبي لملعب نادي الزمالك او ظهور للاعب اربعه في التشكيله الاهلاويه رايمون سيزيتو الجندي. وفي هذه اللحظات ياخد اول تايم اوت حر محق ليه في احداث الشوط الاول الكابتن ميدو محمد مصلحي مع تامر مجدي تايجر ومحمود جمعه الجهاز الفني للنادي الاهلي في محاوله انه يحجم نزيف النقاط اللي جاي من بدري شويه مع لاعبي النادي الاهلي، لكن يقدروا ان هم يعملوا التحويله في التوقيت المثالي. نجوم النادي الاهلي النهارده عبد الله عبد السلام وعبد الحليم عبو واحمد صلاح عبد الحي طبعا النجم وعبد الرحمن سعودي وجرازمير جورجيف البلغاري وعبد الرحمن الحسيني ومحمود رؤوف عبد القادر اخر مبارياته مع النادي الاهلي قرر بعد ما عمل بوست انه دي اخر مبارياته مع النادي الاهلي وسيعتزل الكره الطائره وهو في داخل النادي الاهلي. ومحمد معوض مومو طبعا الليبرو الاول في التشكيله للنادي الاهلي، محمد رمضان الليبرو الثاني في تشكيله النادي الاهلي، رايمون سيزيتو وقطب وحسام يوسف واحمد عبد العال ودولا العملاق نجوم النادي الاهلي. واول النقاط يظهر بها فعليا ان النادي الاهلي تايم اوت في وقته في وقته اخذ من تركيز لاعبي نادي الزمالك، ومن ثم الارسال خاطئ من محمد مجدي احمد علشان تبقى النقطه الاولى ويظهر فعليا على ارض الملعب في احداث الشوط الاول النادي الاهلي. عبد الله عبد السلام على الارسال احد المجيدين لفن الارسالات الثقيله في العالم مش بس في مصر ولا العرب ولا افريقيا. كوره يجيبها بصعوبه لكن عملها بايد واحده بشكل حلو قوي كان في هذه المره احمد فتحي بصير نادي الزمالك علشان يريحها عند سنتر نادي الزمالك محمد عبد المحسن سليمان ويخلص النقطه الخامسه لنادي الزمالك على ارض الملعب. 5-1 الافضليه لنادي الزمالك في بدايه احداث الشوط الاول. رضا هيكل يلعب سباك سيرف على الارسال الاوبوزيت في التشكيله لنادي الزمالك، لكن السبال مومو اعداد صلاح يا ولد معلم معلم ومنه كل نجوم العالم تتعلم لانه عالمي لقب مش وخلاص لا لقب يستحقه لانه حققه بدراعه في الملاعب العالميه. احمد صلاح عبد الحي يحط بليسنج معمول زي ما الكتاب بيقول اسقاطه بمعلمه ويخلص النقطه الثانيه للنادي الاهلي 2-5. سيزيتو رايموند الكندي سبال كوره دور ديفنس لكن تيجي في ايد عبد الله قوه الضربه ما تحكموش على تعامل والنقطه السادسه في صالح نادي الزمالك. 6-2 افضليه لنادي الزمالك في احداث الشوط الاول حتى الان وفي بدايته لسه بدري قوي على ارض الملعب ان احنا نتكلم عن أجواء هذا الشوط وهذه المباراة. مباراة الأكثر تركيزا والأقل أخطاء واللي يعرف يعمل التحويلة وعندنا لاعبين دوليين وعاليين ويقدروا إن هم إيه يغيروا ويحيروا ويعملوا كل حاجة على أرض الملعب. إرسال خاطئ في هذه المرة من هيكل والنقطة الثالثة للنادي الأهلي على أرض الملعب في أحداث الشوط الأول. 3-6. كرازمير جورجييف هو اللي هيكون على الإرسال في هذه اللحظات. 2 متر و3 سنتيمتر طول هذا العملاق صاحب ال 26 عام 3 متر 66 مع السبايك 3 متر 55 مع البلوك بيلعب رسالات سبايك على فكره مش فلوتر على غير الافضليه اللي بيعملها لاعبي السناتر. يضرب حلوه 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 يا ولد هنا امامنا ظهور بايجابيه وبفعاليه لسه بتكلم ولسه بقول سنتر بس بيجيد فني توجيه الارسالات بالشكل المتقن مع السبايك سيرف وعنده السكاوتنج عالي مع الداتا فول يقول له وجه على مين وامتى وازاي وفين مين اللي بيستقبل ضعيف ومين اللي بيستقبل متوسط ومين اللي بيستقبل بيرفكت مع وقفه البصير والتوجيهات في الملاعب السته اللي موجوده في نادي الزمالك. ايس اول على ارض الملعب
كرازمير ما يتحكمش في هذه المرة. سبعة الزمالك، أربعة النادي الأهلي، فرق ثلاث نقاط ولسه بدري في هذا الشوط، وبإذن الله ننتظرها أفضلية أهلاوية على أرض الملعب. ميدو محمد مصلحي المدير الفني للنادي الأهلي، البحث جاري عن اللقب الرابع في الدوري زي الرابع في الكاس تواليا، أو الكاس زي الدوري تواليا، واللقب رقم 12 مع النادي الأهلي لأنه جاب عرب وأفريقيا ودوري وكاس وكل حاجة فرح بيها كل الناس. إرسال خارج الملعب بالمرة، والنقطة الخامسة للنادي الأهلي في هذه اللحظات. سبعة الزمالك، خمسة الأهلي، وجالهم المعذب مع الدوران على الإرسال في هذه اللحظات. أحمد صلاح عبد الحي العالمي الجوهرة، حبة الكريز، المطرقة، يضرب ما يتحكمش. إذن النقطة الثامنة، الوصول للفيرست تكنيكال تايم أوت، الوقت المستقطع الفني الإجباري الأول في أحداث الشوط الأول من المباراة. أفضلية لنادي الزمالك بفرق ثلاث نقاط، شوية أخطاء سهلة يقدر يتحكم فيها لاعبي النادي الأهلي من أجل التعديل على أرض الملعب والتحويل للشوط بالأداء التكتيكي اللي لازم يكون معمول زي ما قلنا، زي ما الكتاب بيقول في هذه المباراة، لأنها مباراة الكاس باللقب والذهب والثنائية المحلية في هذا الموسم، والثالث مش الثالث بس، ده هيبقى الرابع من فوز متتالي على نادي الزمالك بعد البطولة العربية. دوري رايح جاي وفي الأرض المحايدة قد يكون، وبإذن الله ننتظرها، أفضلية أهلاوية كمان. النهارده الكابتن وائل أنديل هو الحكم الرئيس، الحكم الدولي طبعا كحكم أول في هذه المباراة، والحكم الثاني هو الكابتن محمد منير، والحكم الاحتياط هو الكابتن محمد أحمد زقزوق، وحكام الخطوط في هذه المباراة هيثم المراكبي ومحمد عبد اللطيف مسعود ورامي شاهين وإبراهيم ثابت بالنسبة لحكام الخطوط الأربعة اللي موجودين في هذه المباراة. إرسال أمامنا، أحمد فتحي بصير نادي الزمالك، فلوتر يستقبل معوض، إعداد عبد الله، إسقاط حلوة حلوة حلوة، البيب أو البايب أو لاعب أربعة اللي بيجي من ستة لثلاثة رايمون سيسيتو يلعب الكرة يسقطها تلخفن حسابات دفاع نادي الزمالك، والنقطة أهلاوية على أرض الملعب، ستة الأهلي ثمانية الزمالك. سعيد برضو عنده مطارق من أفضل اللاعبين الموجودين لفني توجيه الإرسالات للسبايك التقيلة، يلعب إرسال بره ما تحكمش، محتاج ضبط زوايا تعدي. تسعة زمالك، ستة النادي الأهلي على أرض الملعب في أحداث الشوط الأول. مومو ينزل لأنه استقباله أفضل من رمضان والديفنس، وتحديدا استقبال الكرة الأولى لأن سايد أوت أهلاوي، فلازم الكرة الأولى تطلع بإتقان بإتقان. عبد الله الضرب من الأوبوزيت، صلاح تتردد حد الشبكة يجيبها دولة تترفع بجر هتعدي سهلة من سيزيتو، شانس بول لنادي الزمالك في هذه اللحظات. فتحي إعداد ضياء يضرب مع الخط جهة واحد وينجح في إيجاد النقطة رقم 10 لنادي الزمالك. لعب أربعة في التشكيلة الزملكاوية، كان موجود على فكرة في منتخبنا الوطني الأول دولي مع المنتخب الأول في عهد خيديو فيرميولين الهولندي المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول في كأس العالم في اليابان 2019. دبشة إرسال استقبال كرة أولى، تعدي هنا أمامنا، ولكن يا ولد رغم صعوبتها لكن قدر إن هو يضربها، وعدم قدرة على التعامل أو التفاهم من لاعبي نادي الزمالك في كرة كانت في متناول الديفنس لكن ما قدرش يتعامل معاها، ودولا يخلص نقطة مهمة لنادي الأهلي على أرض الملعب. سبعة الأهلي، عشرة نادي الزمالك. دولا إرسال يسيبها دبشة بره، لسه لاعبي النادي الاهلي محتاجين ضبط زوايا في توجيه الارسالات بالشكل المتقن الفعال والفتاك في كتير من الاحيان زي ما شفنا سيزيتو والايس اللي جابه على ارض الملعب. محمد مجدي على الارسال في هذه اللحظات، هيلعب فلوتر هيوجه معوض يستقبل صوابع مش باتقان يرفعها اوت اوف سيستم، محاوله هنا للضرب ما يتحكمش فيها، لمس ما فيهاش لمس، حكم المباراة الرئيس كابتن وائل أنديل قال لك مفيش لمس للبلوك أو مفيش تاتش بلوك، ومن ثم النقطة 12 لنادي الزمالك في هذه اللحظات. 12 الزمالك، 7 النادي الأهلي. مجدي ما زال على الإرسال هيوجه بره ما تحكمش في هذه المرة، إذا النقطة هدية للنادي الأهلي، 8 الأهلي 11 نادي الزمالك، قلنا 21 لقب في الجزيرة بالنسبة للنادي الأهلي على مستوى كأس مصر مقابل 5 ألقاب لنادي الزمالك. عبد الله
سبايك سيرف، كرة تضرب في الشبكة، إنقاذ، لمست ما لمستش، فيها فلور تاتش، وهنا أمامنا القرار بنقطة أهلاوية. كرة لمست في العصا الهوائية، لكن من البداية كان جزء على إيد ديفنس أو دبشة تحديدا لما كان بيستلم الكرة الأولى بعد إرسال عبد الله وخدت الحد الأعلى للشبكة وسقطت في ملعب نادي الزمالك، جزء منها لمس الأرض وجزء على إيده، لكن حكام المباراة قال لك الكرة تمشي، والضرب من لاعب أو من ملعب نادي الزمالك، الكرة جت في العصا الهوائية وفقدت الهجمة شرعيتها. كرة فرصة دي في المتناول يجيبها سيزيتو، أو هنا أمامنا كان جورجيف، إعداد عبد الله من المنطقة الدفاعية، تترد رمضان عبد الله، رايمون سيزيتو يحاول يضرب ظهره لورا ما يتحكمش، لعب أربعة والكرة قريبة منه وظهره لورا ما يتحكمش، هنا أمامنا رايمون سيزيتو هذا الكندي قادم من الأهلي البحريني بعد البطولة العربية في مارس 2020. ٣٣ الزمالك، ٩ النادي الأهلي على أرض الملعب. هيكل رضا على الإرسال في هذه اللحظات، لعب الأوبوزيت في التشكيلة للنادي الزمالك. سبايك سيرف بره ما يتحكمش، إذا النقطة للنادي الأهلي. ١٠ الأهلي، ١٣ نادي الزمالك على أرض الملعب. سيزيتو رايموند مع دوران جه على الإرسال في هذه اللحظات، لعب أربعة في التشكيلة للنادي الأهلي. يوجه فلوتر سيبال دبشه، اعداد فتحي محاوله هنا للاسقاط، لكن ديفنس رائع من عبد الله مره ثانيه، هنا تحدي الشبكه من لاعب تقل في الفتره الاخيره لما كان موجود لو تفتكروا بظهوره الاول في مونديال كاس العالم او بطوله العالم تحت 23 عام مصر 2017، وكان ظهوره بفعاليه محمد عبد المحسن سليمان سنتر نادي الزمالك، وتطور وكان موجود حتى في كاس العالم باليابان 2019 مع خديو فيرميولين الهولندي. تحدي الشبكة يكسبه ويجيب نقطة لنادي الزمالك. ١٤ الزمالك، ١٠ النادي الأهلي. ضياء ما يتحكمش مع السبايك سيرف، لعب أربعة في التشكيلة لنادي الزمالك، ما لعبش على فكرة المباراة الأخيرة اللي جمعت الأهلي بالزمالك في الجولة ٢٢ والأخيرة من مرحلة التتويج في الدوري في نسخة هذا الموسم. ضياء من لاعبي الأربعة المتطورين برضه. كرازيمير جورجييف هذا البلغاري يلعب سبايك سيرف سنتر، بس بيلعب سبايك. الكرة جوه، ايه تاني يا ولد؟ يخرج كرات من ذهب لما يكون في حالته هذا العملاق البلغاري. بالمناسبة انه كرازيمير جورجييف الراجل اللي امامنا على الارسال دلوقتي واللي جاب الايس التاني ليه على ارض الملعب مع اللفة ووجوده على الارسال في الدوران، دي اخر مباراة ليه مع نادي الاهلي، يعني مع نهاية هذه المباراة خلاص عقده انتهى مع النادي الأهلي ويعود لأوروبا من جديد. بينما رايموند سيزيتو الكندي لسه ما حسمش أمره، وإن كان برضه نهاية عقده بنهاية هذا الموسم الحالي، لكن إن شاء الله يكون موجود في ظل إن الكابتن ميدو محمد مصلحي ينتظر بعض الإجراءات من أجل التأكيد على بعض اللاعبين، وبإذن الله تواجد النادي الأهلي بشكل قوي في المواسم القادمة وتحديدا الموسم القادم، والاستعداد لمواجهات بقى إفريقية وعربية والعودة للشكل بطبيعية في المشاركات للنادي الأهلي، وحش الكرة الطائرة العربية والإفريقية ومن وحوش الكرة الطائرة العالمية بالأرقام والإنجازات والجماهيرية. وخلي بالكم إن هو النادي الأكثر تتويجا في العالم على مستوى الكرة الطائرة بالألقاب والأرقام. ما زال على الإرسال كرازيمير جورجييف بعد تايم أوت، أخذوا أول حر محق ليه الكابتن محمد اللقاني في أحداث الشوط الأول. كرة محاولة اسقاط، سعيد يا ولد تابعها، والنقطة أهلوية هنا. سعيد أحمد سعيد شفيق ضريب من عيار تقيل من الشرقية للدخان للأهلي، يا قلبي افرح، عنيد كبير ومع الإسقاطة أراه، كان قريب وعارف اللي بيفكر فيه فقدر يقرأ البليسنج اللي كان معمول من وراه، ومن ثم حائط الصد لخ في حسابات ديفنس نادي الزمالك، والنقطة أهلوية. ١٣ الأهلي، ١٤ الزمالك على أرض الملعب. كرازيمير جورجييف سبايك سيرف، كرة أهلاوية يا ولد، يعدل ويقفل، وقلنا النادي الأهلي بيعمل تحويلة في أحداث الشوط ومع الاقتراب من السكند تكنيكال تايم أوت لازم يكون الأكثر تركيزا وهو الأقل أخطاء، واستغلال السبايك سيرف حتى وإن جت في الشبكة، الشبكة بتحبه، ما هو في لعيبة كرة طايرة الكرة بتكلمهم وهم بيتكلموا الكرة زي عبد الله وأحمد صلاح ونجوم كتيرة في النادي الأهلي ودايما الأهلي ولاد. كرازيمير جورجييف سباك سيرف مره ثانيه بره، هذه المره قدرها هيكل، والنقطه لنادي الزمالك. دلوقتي مفيش كسر بعد تعادل 14-14، نقطه لنادي الزمالك 15-14 بدون اي كسور
وسايد اوت اهلاوي، لازم استقبال كره اولى مميز علشان نبني هجمه بالشكل المطلوب المرغوب فيه. هيلعب فلوتر محمد عبد المحسن سليمان، يوجه سبال يجيبها، لمست الارض احمد صلاح بيقول له يعني بيحلف له كل الحلفانات انها ما لمستش الارض، كلها على ايده في محاوله الانقاذ بعد استقبال كره اولى. وهو دايما ده يعني احمد سعيد عنده مشكله في استقبال الفلوتر او الارسالات الفلوتر نسبيا، يعني رايح جاي بس بيحاول يطور من نفسه مع ميدو في استقبال الارسالات الفلوتر. هذه المره ارسال ما كانش بالشكل المطلوب المرغوب فيه، ومن ثم كان متاخر احمد صلاح في التغطيه مع استقبال كره اولى ضعيف، وبيقول كلها كانت على ايدي ما لمستش او ما فيهاش فلور تاتش في الكره الاخيره. وطبعا ما عندناش التشالنج او التحدي اللي موجود في دوري الامم او الدوري العالمي في السابق او في كاس العالم وبطوله العالم على مستوى الكبار. بالمناسبه كاس العالم غير بطوله العالم، لكن على مستوى المراحل السنيه المختلفه هي بطوله العالم بس. ماشي، والنقطه ما اتحسبتش بالمناسبه. 15 الزمالك 14 النادي الاهلي، وهنا يخطئ والتعادل على ارض الملعب. النقطه ما اتحسبتش لانه احمد صلاح لما اتكلم مع حكم المباراه الرئيس، الحكم الثاني على ارض الملعب محمد منير اكد ان الكره ما لمستش الارض وما فيهاش فلور تاتش، ومن ثم الكره كانت على ايد احمد صلاح، واعيدت النقطه واعيد الارسال من عبد المحسن سليمان، ويخطئ وتتعدل ويتقفل الشوط من جديد على ارض الملعب. 15 15. صلاح رجل الارتقاء لمست البيز لاين او الخط الخلفي لملعب النادي الاهلي، ومن ثم خطا سهل وساذج لازم يقدره احمد صلاح عبد الحي، لكن عادي وتعدي النقطه رقم 16. الوصول للسكند تكنيكال تايم اوت، الوقت المستقطع الفني الاجباري الثاني في احداث الشوط الاول من المباراه. افضليه لنادي الزمالك بفرق النقطه الواحده على ارض الملعب. احمد فتحي ومحمد عبد السميع السيسي واشرف الاني، دول ثلاثي من بصيرات في تشكيله نادي الزمالك في وجود محمد علي المهدي اللي كان مع سموحه لو تفتكروا، ثم التواجد مع نادي الزمالك من العمالقه اللي موجودين، واعتقد كان في ناشئين النادي الاهلي ستيفن هانت خلاص الكندي اللي كان محترف في تشكيله نادي الزمالك انتهى عقده او بالاحرى كان في مشكله وانهى تعاقده بالتراضي وخرج من نادي الزمالك ما قبل نهايه الدوري لو تفتكروا. هشام يسري ورشاد شبل من عناصر الخبره المؤثره، سواء خبره الصغار لانه هشام يسري من جيل محمد عبد المحسن سليمان، جيل تحت 23 في 2017 لو تفتكر. رشاد شبل طبعا من عناصر الخبره المؤثره في تشكيله نادي الزمالك قادم ومهم رغم كبر السن ولكن كبير القيمه. محمد رضا الليبرو واحمد يوسف عفيفي لعب اربعه، ومحمد عبد المنعم بدوي وسيف الدين حسن عابد وعبد العال درونكا ورضا هيكل زي ما قلنا ومجدي وضياء ومصطفى ابراهيم دبشه، والنقطه لصالح نادي الاهلي. نزول من جديد لسيزيتو رايموند الكندي ياخد دوره على ارض الملعب بدلا من احمد عبد العال، وسعيد على الارسال في هذه اللحظات. هيلعب سبايك سيرف، هيوجه بقوه، كوره جوه ايس موجود ما قدرهاش صح رضا ليبرو نادي الزمالك، وهيحط مطرقه توجع الملعب الزملكاوي. ده رابع ايس نشوفه على ارض الملعب اهلاوي في احداث الشوط الاول من المباراه. ظبطوا استقبال الكره الاولى وظبطوا فعالية الإرسال على أرض الملعب لاعبي النادي الأهلي، ومن ثم بدأوا يتفوقوا، وأول تفوق يأتي الآن على أرض الملعب في أحداث الشوط الأول للنادي الأهلي. الوحش اللي غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش، كورة تحدي الشبكة أهلاوية، لا قال لك لا، مر بإيده الملعب نادي الزمالك. رايمون سيزيتو لمس الكورة في حيز ملعب نادي الزمالك قبل ما لاعبي نادي الزمالك يلمسوها، والكورة حرة في الهواء، ومن ثم خطأ فني في التعامل ده على كلام وقرار وائل قنديل حكم اللقاء الأول، ومن ثم احتسبت النقطة لنادي الزمالك. وهنا خطأ على الإرسال من مصطفى إبراهيم دبشة لاعب أربعة في تشكيلة نادي الزمالك علشان يهدي التفوق من جديد للنادي الأهلي. دايما التحويلة وإنه يركب الجيم في التوقيت وما ينزلش علشان يخلص وما يرحمش النادي الأهلي. دولة على الإرسال، هيلعب فلوتر، كرازمير جورجيف لاعب ثلاثة الثاني في تشكيلة نادي الأهلي هو اللي بيلعب سبايك سيرف. هنا 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 الديفنس تعدي ليس معمول بشكل حلو قوي من لاعبي نادي الزمالك علشان يعدلوا ويقفلوا الشوط من جديد على ارض الملعب. 18 18. مجدي على الارسال في هذه اللحظات، محمد مجدي
فلوتر يوجه استقبال سعيد عبد الله. واو يا ولد، مطرقة جديدة، سيزيتو ده اللي يفوق ويروق ويخلص وما يرحمش ويوجع بمطارق ملعب نادي الزمالك. كان الكينج اوف ذا ماتش في ماتش الجولة 22 والأخيرة، ماتش اللقب بالدرع والذهب في حسم الدوري هناك في صالة المقاولون العرب. القصة الكندية في عالم الكرة الطائرة الأهلاوية، مش بس الأهلي المصري، من قبله لما كان في الأهلي البحريني ثم المجيء للأهلي المصري. فعالية الإرسال لكن جابها، هتصد الكرة بره، لا مش بره، جابها دبشة فتحي هيكل يحاول يضربها في حائط الصد لنادي الزمالك. لمس الشبكة من رايمون سيزيتو والراجل اعترف وبهدوء النقطة لنادي الزمالك على أرض الملعب. 19-19. هيكل على ارسال في هذه اللحظات، لاعب الاوبوزيت، لاعب اربعه ولاعب اثنين في التشكيله الزملكاويه، بيلعب اربعه بس لما بيجي عليه الدوران. ارسال ما يتحكمش، ما يتحكمش. اذا النقطه للنادي الاهلي 20-19 من دلوقتي، من دلوقتي لازم يحافظوا على التركيز ويقللوا من الاخطاء مع السكاوتنج والداتا فولي اللي شغاله من بره والتعامل. عندنا محلل تقني احمد سعيد في النادي الاهلي وفي تشكيله النادي الاهلي، يقدر ان هو يدي التقرير في التكنيكال تايم اوت الاول والثاني وما بعد الشوط وخلال الشوط علشان ميدو يوجه لعبته ولعبة تنفذ بالإتقان على أرض الملعب. رايموند سيزيتو على الإرسال، هيلعب فلوتر مش هيلعب سبايك، هو يجيد الاثنين بس هو دلوقتي بيوجه لحاجة في نفسه هو عارفها من أجل اللعب على تكتيك معين. لكن المرة دي كان استقبال الكرة الأولى مميز وسايد أوت كان زملكاوي بفعالية يحطوا النقطة العشرين ويعدلوا ويقفلوا الشوط من جديد على أرض الملعب 20-20. أول ظهور مع التغييرة اللي موجودة في مركز أربعة في تشكيلة نادي الزمالك لأحمد يوسف عفيفي كابتن وقائد نادي الزمالك. فلوتر يوجه سيزيتو رايموند، استقبال عبد الله. واو سعيد يضرب والكورة جوه، الكورة أهلاوية، الكورة جوه الملعب، ضرب رائع من أربعة في أربعة قطري مثالي بإتقان وتقنية عالية من أحمد سعيد أحد الموجودين لفن توجيه الضربات الموجعة في ملعب أي غريم. لكن إيه؟ قال لك النقطة زملكاوية. تعدي سريع في السيستم يا ولد، كرازيمير جورج يرد ويعدل 21-21. الكره دي كان فيها كلام وعليها كلام وكلامي كله، وحتى عبد الله دلوقتي هيروح يكلم كابتن وائل قنديل، لانه القرار في البدايه كان النقطه بضربه احمد سعيد القطريه كانت اهلاويه، وحكم الخط اللي في هذه الجهه اقول لكم مين، هيثم المراكبي، اشار ان الكره جوه وهو منوط بالخط العرضي او الخط الطولي بتاع ملعب نادي الزمالك، ولكن اتغير القرار في اخر لحظه ما بعد احتساب النقطه للاهلي احتسبت لنادي الزمالك. تعادل 21-21. محمود رؤوف عبد القادر على الارسال في هذه اللحظات بعد نزوله على ارض الملعب، دايما بيعمل التحويله رؤوف عبد القادر والضرب، كوره في محاوله للديفنس ولكن يستخدم حائط الصد لصالحه، ودي كوره الديفنس لكن ما اتحكمش في هذه المره لانه البلوك مقفل اللاين، ضرب في البلوك واستخدم حائط الصد لصالحه في التوقيت في هذه المره. كان امامنا احمد يوسف عفيف. محمد عبد المحسن سليمان على الارسال، هيوجه فلوتر، 22 الزمالك 21 النادي الاهلي. سيبال سيزيتو رايموند، كوره عبد الله سعيد يضرب في حائط الصد والى خارج الملعب. ما هو لازم يكون عندك الحل، الحلول اللي عند الضريب اللي لازم يكون لعيب من مركز اربعه، حائط الصد مقفل، العب على التاتش بلوك، استخدم حائط الصد، وده اللي عمله احمد سعيد في النقطه الاخيره من مركز اربعه، يخلص النقطه رقم 22 للنادي الاهلي. تغيير في هذه اللحظات، عبد الله عبد السلام يخرج وينزل قطب، محتاج بلوك في هذه اللحظات. تايم اوت، تايم اوت الثاني والاخير الحر المحق للكابتن محمد اللقاني في احداث الشوط الاول من المباراه. كل مدير فني ليه اثنين تايم اوت حرين من 30 ثانيه بما قل ودل محاولات للتعديل والقراءات الفنيه هنا وهناك، نقاط القوه والضعف هنا وهناك واللعب عليها بالتاكيد. 32 لقب دوري اهلاوي والبحث جاري عن اللقب رقم 22 في كأس مصر. نسخة الدوري الأخيرة بهذا الموسم هي النسخة رقم 33
الارقام بتكبر بتكبر مع نجوم النادي الاهلي. احمد صلاح ما يتحكمش، تايم اوت، قربك الحسابات وما حافظش على التركيز، والنقطه في هذه اللحظات ساب قطب على ارض الملعب ونزل بدلا من احمد صلاح بعد الارسال البصير الثاني في تشكيله النادي الاهلي على ارض الملعب في هذه اللحظات حسام يوسف عبد الله، علشان تبقى تغيير الجوز الخيل بس ما اتعملتش في وقتها، اللي هو الضريب والبصير، يعني لعب الاوبوزيت وال المايسترو البصير الموزع معد النادي الاهلي، بس اتعملت على نقطتين يعني ما بعد ارسال احمد صلاح. تايم اوت الثاني في هذه اللحظات، ميدو محمد مصلحي، 23 الزمالك، 22 النادي الاهلي. نقاط الهامه والحاسمه، الحفاظ على التركيز، تقليل الاخطاء، والكلام من ميدو. جه تامر تايجر كمان اتكلم مع لاعبي النادي الاهلي في هذه اللحظات، الافكار التكتيكيه والاستراتيجيه اللي عايز ينفذها على ارض الملعب في مثل هذه النقاط الهامه والحاسمه لاعبي النادي الاهلي. الهدوء وثقه الكبار. ومحمد منير الحكم الثاني على ارض الملعب بياكد لمحمد اللقاني ومن قبله وميدو مصلحي انه خلاص خلصتوا الاثنين تايم اوت الحرين، مفيش تايم اوت ثاني ليكوا على ارض الملعب في احداث الشوط الاول. لما يجي الشوط الثاني يتجدد. ماشي. فتحي احمد على الارسال، استقبال مومو، اعداد خلفي، محاوله اسقاط، والنقطة للنادي الأهلي. لمست في العصا الهوائية في سكتها، في سكتها مع البلوك اللي كان معمول من دبشة، وكان أمامنا هنا محمد مجدي. كرة صعبة لكن خبطت في العصا الهوائية، فقدت الهجمة شرعيتها قبل ما تنزل في أرض ملعب النادي الأهلي. إذن النقطة 23 أهلاوية على أرض الملعب. رمضان بياخد دوره كليبرو تاني في التغيير الحرة بدلا من محمد معوض. نجل الكابتن طبعا عصام معوض نجم الاستوديو التحليلي اللي موجود معانا النهارده، إلى جوال الكابتن ممدوح إسماعيل مع الكابتن هيثم السعيد. كرة فتحي من المنطقة الدفاعية سهلة الحائط، الصد ما يتحكمش، ما يرحل زاوية واحدة، وده خلى لاعبي النادي الأهلي يروحوا جهة ضريب أربعة في نادي الزمالك ويطلعوا بالثلاثة قدامه، لأنها ما تجيش غير كده. لكن قدر إن هو يلعب بشكل قطري ويلخفن حائط الصد، وما كانش مقفل قوي رايمون سيزيتو، ومن ثم النقطة لنادي الزمالك. 24 الزمالك، نقطة الشوط بين أيدي لاعبي نادي الزمالك في هذه اللحظات مقابل 23 للنادي الأهلي. والأهلي بإذن الله قادر على التحويل للنتيجة في هذا الشوط، مش عايزين نطول المباراة، عايزين نخلصها 3 لا شيء زي ما كان في الدوري رايح جاي، استقبال ضعيف ويخلص من الفيرست تايم. إذا شوط أول على أرض الملعب، محمد مجدي خلاص من الفيرست تايم بعد استقبال كرة أولى ضعيف من أحمد سعيد، لاعبي النادي الأهلي ما دخلوش في أجواء المباراة في أحداث الشوط الأول، ننتظر شوط ثاني وثالث ورابع بأفضلية أهلاوية ولسه المباراة على أرض الملعب. فاضي، مليان، بتحرق، عطلان، عالبحر، عالبر، عيان، بعد الشر، فرح، فعزة، تشربها مركزة، فوق السرير، تحت السرير، بديكير مانيكير، بالليل، بالنهار، بتدور على فار، بتسمكر، بزنجر، عزمها، بتبزر، بتدندن، بتلون، الباي لسه بيتكون، في المطبخ، منور، قطع، الله ينور. بنك سعيد في أي وقت، في أي مكان، وتحت أي ظرف مش هيسيبك. نزل الابليكيشن دلوقتي من على أب ستور أو جوجل بلاي أو أب جاليري. سعيد موبايل بانكينج معك في كل مكان. يلا مروان، يلا مروان. كاس مروان از ان ذا ليج. بطولة سخنة جدا يا جماعة، إذا مروان متقدم مروان. سباح رهيب. شكله هيعملها. مروان شوز ريلي جود. إيه الواد ده يا جماعة؟ ريلي جود. إكسلنت. جامد جدا مروان. يلا. ربنا يحميك يلا. يلا. جو أون مروان. يلا يا مروان. يلا يا مروان. يلا مروان. برافو يا مروان. إيه ده؟ إيه اللي أنت عملته؟ مروان ده كيس بطاطس. البطاطس دي جديده ولا ايه؟ عاوز واحد من فضلك بالجبن. ده خطير. يعني كده يا كوتش مين الكسب؟ الكباب طبعا. بس الشطه والليمون رهيب. مفيش كلام ده. برافو، بطاطس مش مكسره. برافو، كيس اكبر. برافو، هي دي البطاطس. عندي طيب. مش قريب. عندي احلى. لا دي رحله. عندي احلى احلى احلى. لا دي رحله رحله رحله. تختار الشيخ زايد، تختار التجمع، المهم انك انت تكون في زاد. فاضي، مليان، بتحرق، عطلان، عالبحر، عالبر، عيان، بعد الشر، في فرح، في عزة، تشربها مركزة، فوق السرير، تحت السرير، بديكير مانيكير، بالليل، بالنهار، بتدور على فار، بتسمكر، بزنجر، عزمها، بتبزر، بتدندن، بتلون، الباي لسه بيتكون، في المطبخ، منور، قطع، الله ينور.
بنك سعيد في أي وقت في أي مكان وتحت أي ظرف مش هيسيبك. نزل الابليكيشن دلوقتي من على أب ستور أو جوجل بلاي أو أب جاليري. سعيد موبايل بانكينج معك في كل مكان. إذن العودة من جديد مرة أخرى مشاهدينا متابعينا عبر شاشة الأهلي في كل مكان، واستكمال مباراة القمة والحسم على اللقب بكأس مصر والذهب نهائي كأس مصر للكرة الطائرة رجال موسم 2020-2021. الأهلي الزمالك بعد الشوط الأول انتهى لصالح نادي الزمالك 25-23، ودخل متأخر شوية لاعب النادي الأهلي في أجواء المباراة، لكن لعبها تكتيكية ذكية وقدر يستغل الفرص لاعب النادي الزمالك والكابتن محمد اللقاني المدير الفني لنادي الزمالك في احداث الشوط الاول. ننتظر الشغل التكتيكي اللي لازم يكون زي ما قلنا معمول زي ما الكتاب بيقول في احداث الشوط الثاني من لاعبي النادي الاهلي من اجل العوده وتقفيل المباراه على ارض الملعب والاستكمال للمشوار من اجل اللقب والكاس والذهب باذن الله. ارسال زملكاوي في هذه اللحظات وبدايه الدوران مع مصطفى ابراهيم دبشه لعب اربعه في تشكيله نادي الزمالك في هذه اللحظات. هيلعب فلوتر هيوجه سبال سعيد كرة مش في السيستم لكن يضربها لمست الكرة جوه الملعب والكابتن محمد اللقاني بيعترض لكن حكم المباراة وائل قنديل ومحمد منير الحكم الثاني الأقرب للكرة من هذه الجهة قال له إن لمست في الأرض قبل ما تضرب في ملعب أو في قدمك، ومن ثم النقطة لصالح النادي الأهلي وإن كانت أوت أوف سيستم أو مش مرفوعة من البصير لكن قدر إن هو يخلصها الجوهرة أهلوية بالتأكيد أحمد صلاح عبد الحقيقي. ضرب هيكل يرد من الأوبوزيت، ضرب من الأوبوزيت هنا، ضرب من الأوبوزيت هناك. رضا هيكل يخلص النقطة الأولى لنادي الزمالك على أرض الملعب في هذه اللحظات. 1-1 تعديل تقفيل من بداية الشوط على أرض الملعب. محمد مجدي على الإرسال. هيلعب فلوتر هيوجه وكل التوجيهات تيجي جهة سعيد أو معوض. هذه المرة النقطة أهلوية. النقطة أهلوية مر بإيده لملعب النادي الأهلي وهي في حيز ملعب النادي الأهلي وعنده قدرة إنه يرفع الكرة بالشكل المطلوب المرغوب فيه عبد الله عبد السلام، وطالما مر بإيده خلاص فقدت الهجمة شرعيتها والنقطة أهلوية. 2-1 الأفضلية للنادي الأهلي ونتمناها لنهاية الشوط والمباراة. رايمون سيزيتو الكندي على الإرسال لعب أربعة في تشكيلة النادي الأهلي هيوجه فلوتر استقبال ضياء اعداد فتحي ضياء مره ثانيه اوه صد لكن قدر ان هو يتعامل مع حائط الصد بشكل ذكي احمد ضياء ديو لاعب نادي الزمالك. 2-2 رضا هيكل جاب النقطه الاولى من الاوبوزيت النقطه الثانيه من اربعه بيحاول ينوعه لاعبي نادي الزمالك على ارض الملعب. هيكل ارسال سبايك سيرف يجيد التعامل معاه احمد سعيد لكن في هذه المره هو احمد سعيد ما زال حتى الان على ارض الملعب ما دخلش في اجواء المباراه بالشكل العالي وبيتوجه عليه الارسالات سواء فلوتر او سبايك ومش قادر يتعامل معاه بالشكل الكبير وهو عنده افضل من كده بكتير. احمد سعيد بالتاكيد احمد سعيد شفيق احد نجوم النادي الاهلي وافضل ضارب في مونديال افريقيا للانديه في حضره اهلي الجزيره في 2018 وفي 2019 كضريب كلعيب لانه لعب اربعه بيعمل كل شيء واي شيء على ارض الملعب. ايس موجود نقطة تانية على التوالي من رضا هيكل مع توجيه الإرسال فيما بين 5 و6 بدون تحكم هنا أمامنا من محمد معوض وأحمد سعيد شفيق يبقى إيس حاضر على أرض الملعب نقطتين متتاليتين ياخدوا الكسر بفرق نقطتين لاعبي نادي الزمالك. هيكل على الإرسال هيلعب سبايك سيرف قوة تجاب عبد الله عاديه سهله شانس بول هيكل فتحي يرفع في اربعه يضرب في حائط الصد طلع متاخر ما تحكمش ويقدر ان هو يستخدم او يكون اعلى من حائط الصد ومن ثم يستخدم حائط الصد لصالحه كان ضياء احمد ضياء ابن الاسكندريه ولاعب نادي الزمالك اللي بيخلص النقطه الخامسه لنادي الزمالك في احداث الشوط الثاني على ارض الملعب افضليه بفرق 3 نقاط. ما زال لاعب الاوبوزيت فيها تشكيله لنادي الزمالك على الارسال رضا هيكل ما يتحكمش يضيع اذا النقطه الثالثه للنادي الاهلي على ارض الملعب. محتاجين ان يرفعوا من معدل التركيز ويقللوا بس من الاخطاء هيفوقوا ويروقوا ويلتهموا اي غريم.
كرازيمير جورجيف، حتى تعبيرات وجه وحركاته كرازيمير جورجيف مش راضي، لانه اخطاء سهله مش بتاعتهم. يقدروا يعدلوا طبعا زي ما حصل في الشوط الاول، يقدروا ان هم يلفوا الجيم، ولولا النقطتين الاخيرتين لكان الشوط فيما بين ايدي لاعبي النادي الاهلي. لكن تعدي كوره من الفيرست تايم، يحاول يضرب تترد، كرازيمير عبد الله سعيد يسقطها، حلوه 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 بمعلمه يا ولد، معلم كبير تقيل، لعيب من مركز اربعه احمد سعيد، وقف في الهواء شويه علشان يقدر يقرا التموضع للاعبي نادي الزمالك والزاويه الانسب في ملعب نادي الزمالك ويحطها بشكل متقن علشان يحط النقطه الرابعه للنادي الاهلي ويقلص الفارق لفارق النقطه الواحده الافضليه لنادي الزمالك 5-4. كرازيمير جورجيف الارسال الهجومي لسبايك ما يعديش، لازم نرفع اكتر من معدل التركيز مع الارسالات، وشفنا عمل التحويله فعاليه الارسال في الشوط الاول مع اربع ارسالات ساحقه او بنقاط مباشره مع الارسال، لكن ينقصنا في عمق الشوط ان احنا نركب الجيم من بدري، ما نديش فرصه انه الزمالك يقدر ان هو يتعامل مع هذه المباراه بشكل في ايجابيه. الكره ايس، الكره ايس، قدرها غلط محمد معوض وابعاد الملعب والارسال الموجه، الكره ترتد على الخط الخلفي لملعب النادي الاهلي اصطياد، فهذه المره من رامي شاهين حكم الخط المراقب للخط الخلفي لملعب نادي الاهلي. 7 زمالك 4 نادي الاهلي على ارض الملعب في احداث الشوط الثاني. ضياء هيلعب فلوتر، هيوجه سبال رمضان كمان مره النهارده، في حاله غريبه من لاعبي النادي الاهلي في استقبال الكره الاولى كلهم بلا استثناء، يعني محمد معوض ورمضان واحمد سعيد وحتى رايموند سيزيتو لاعبي اربعه والليبروهات المنوطين باستقبال الكره الاولى مش في حالتهم النهارده، لاعبي النادي الاهلي محتاجين يركزوا اكتر، يرفعوا من معدل التركيز، يقللوا من الاخطاء استقبال الكره الاولى وفعاليتها، لانها الهجمه مبنيه على استقبال الكره الاولى بالشكل المطلوب المرغوب فيه، وده لسه ما حصلش على ارض الملعب، ننتظره باذن الله. الوصول للفيرست تكنيكال تايم اوت، الوقت المستقطع الفني الاجباري الاول في احداث الشوط الثاني، 8-4 افضليه لنادي الزمالك في احداث الشوط الثاني من المباراه. الاهلي والفوز على الشرقيه للدخان دور 32، ثم تفوق على طيران في دور ال 16، ثم تفوق على الترسانة في دور الثمانية، ثم في نصف النهائي تفوق على الاتحاد السكندري، والاربع مباريات دون ان يفقد اي شوط، 3 لا شيء في كل مباراة. اول شوط يفقده في مشوار كأس مصر في مباراة النهائي النهاردة امام نادي الزمالك نجوم النادي الاهلي. ضياء يوجه سبال رايموند سيزيتو، دي حلوة في السيستم، يخلص دولة الدولي البطولة العملاق الاهلاوي يظهر ويبان عليه الامان على ارض الملعب في هذه اللحظات كلاعب 3 على ارض الملعب في التشكيله الاهلاويه، واول نقاطه العملاق 2 متر و11 سنتيمتر طول هذا العملاق، سبايك بتاعه 3 متر 58 في الهواء مع الارتقاء الاعلى وطول الذراع زي ما ضربه وخلص في النقطه الاخيره. محاوله هنا للرد، يرد من 3 محمد عبد المحسن سليمان، وكان لاعبي نادي الزمالك بيلعبوا افضل مباراه في الموسم بالنسبه لهم، بس مش مستواهم الفني هو اللي مدي الافضليه لنادي الزمالك، هو حتى الان عدم دخول لاعبي نادي الاهلي في اجواء المباراه هو اللي مدي افضليه لنادي الزمالك على ارض الملعب. سبال رمضان، عبد الله سعيد يضربها كتريه، لكن ديفنس موجود من محسن، هيكل يضرب من المنطقه الدفاعيه، لكن يجي من واحد ويضرب فيما بين 5 و6 او في ملعب 6 تحديدا جهه ليبرو النادي الاهلي. كان امامنا هنا في هذه المره محمد رمضان ما يتحكمش، و10 نادي الزمالك 5 النادي الاهلي يطلب التايم اوت الحر الاول المحق ليه في احداث الشوط الثاني من المباراه. ميدو مصلحي، محمد مصلحي المدير الفني للنادي الاهلي، في محاوله انه اللاعبين ما تفرطش من بين ايديهم اكتر من كده، لازم يرفع اللاعبين من معدل التركيز، مش كلها امور فنيه، الروح على ارض الملعب بتفرق مع اللاعبين لانهم كلهم عاليين واعيين وفاهمين والمفروض عارفين قيمه هذه المباراه. فقد العمل الذهني في التعامل مع مثل هذه المباريات، وهم كلهم نجوم كبار ويعرفوا يعملوا التحويله في التوقيت المثالي، ولسه المباراه ولسه اللقب بالكاس والذهب باذن الله فيما بين ايدي لاعبي النادي الاهلي على ارض الملعب. محسن سليمان هو اللي هيكون على الارسال في هذه اللحظات،
سنتر نادي الزمالك. هيوقف لوتر. هيلعب جهة رمضان. استقبلها سيزيتو. رمضان يرفع بجر. كرة سعيد يحاول يضرب محروقة قوي محروقة قوي. كان ممكن يعمل بليس او يضرب بتوجيه ريسك اليد ويستخدم حاطة الصد لصالحه جهة الاوتس. حلول ضريب. كرة اوت اوف سيستم مش مرفوعة من البصير ومش من التلت من التلتين. بجر ما فيهاش احساس عالي في اللمسة مع التعامل من جانب محمد رمضان ليبرو النادي الاهلي علشان يضربها ضرب محروق وحائط الصد ياخد النقطة المباشرة. سيزيتو رايموند يخرج في هذه اللحظات. الكندي المحترف في التشكيلة الاهلوية ونزول على ارض الملعب لعبد العال في هذه اللحظات. احمد عبد العال متر 93 سنتي صاحب 32 عام 3 متر 35 مع السبايك و 3 متر 30 مع البلوك. محسن استقبال كرة اولى بقى. عبد العال برضو اوت اوف سيستم. سعيد يحاول يضرب ثلاثة من حائط الصد مقفلين لانها مزنوقة في زاوية واحدة فيطلعوا له بالثلاثة. كمان مرة هنا محاولة انقاذ عبد العال ما يلحقهاش سعيد ولا رمضان. والنقطة رقم 12 في صالح نادي الزمالك. مش في حالتهم لاعبي النادي الاهلي النهاردة مش في حالتهم. وكأنهم احتفلوا بالكاس قبل ما يلعبوا المباراة النهائية وده ما يصحش وما يجوزش. لكن لاعبي النادي الاهلي اصحاب خبرات وقدرات ويقدروا يعملوا التحويلة في التوقيت. تغيير الضريب والبصير في هذه اللحظات. بدلا من عبد الله امامنا هنا قطب ينزل الى ارض الملعب وحسام يوسف عبد الله بدلا من احمد صلاح في ترتيب الدوران في هذه اللحظات. وتلاقوا طالما الارسال جاي من عند نادي الزمالك الحكم الثاني محمد منير مايل جهه ملعب النادي الاهلي علشان يكشف ترتيب الدوران وكل لاعب واقف في مكانه صح ولا لا. والعلاقه الافقيه والراسيه يخطئ مع الارسال في هذه المره. محسن سليمان النقطه السادسه في صالح نادي الاهلي على ارض الملعب ولسه بدري في هذا الشوط ويقدر الاهلي يلم الفارق ويعود على ارض الملعب في احداث الشوط الثاني باذن الله. سعيد على الارسال وهيهاجم بالسبايك سيرف احد الموجودين العمالقه لفني توجيه الارسالات. يحط صاروخ يستقبل ضياء. كوره اوت اوف سيستم افضل للبلوك يضربها بره. قال لك فيها لمس كان اعلى من حائط الصد ويضرب تاخد ايد قطب وتروح الى خارج الملعب. اذا النقطه 13 في صالح نادي الزمالك. فتحي مع دوران على الارسال في هذه اللحظات. يعني عندهم ثلاث ضريبه على الشبكه يعني عندهم بلوك عالي دلوقتي في وجود مجدي ودبشه وهيكل. كوره هنا من السريع ولا اجمل. طالما استقبال كوره اولى مميز اذا تلاقي الهجمه فعاله وفتاكه في كتير من الاحيان. ساب الكرة أولى كرة في السيستم تخلص من ثلاثة وتألق وكالعادة. بس محتاجين الاستمرارية في هذا التألق مش أبس أند داونز. لازم يكون في استمرارية في النقاط والنتائج الإيجابية على أرض الملعب. دولا يوجه فلوتر استقبال رضا. إعداد فتحي محاولة للضرب ما قفلش بالشكل المطلوب. مش عالي النهاردة كرازمير جورجيف بعد ما جاب إرسالات ساحقة في الشوط الأول. لا لكن مع البلوكات ودوره لانه الهجمه في عالم الكره الطايره بتعتمد على اثنين عناصر مؤثره ومهمه. البصير والسنتر بتاع كل فريق مهم قوي. سبال يوسف ضرب حلوه 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 ولا اجمل. كان عنده الرفاهيه دي في السيستم يعني عنده رفاهيه انه يضرب او يلعب السريع ويخليه يخلص وانه يرفع واحد او اثنين او سي او الخلفي للعب الاوبزيتس. رفع في أربعة وخلص وما رحمش سعيد مع طيران. إذا 8 نادي الأهلي 14 نادي الزمالك. قطب لعب الأوبزيتس. استقبال محاولة سريعة سنجل بلوك رائع في هذه المرة. بيحاول يرد عليا. بلوك ترانزيشن تحدي كورة بلوك فين ضرب الزاوية قوس الدفاع. في فجوة فيما بين عبد العال واللي مغطي في ستة سعيد والمنوط بمركز خمسة في هذه الجهة ليبرو النادي الأهلي اللي مفروض يكون عنده تغطية مع الكروس أو الضرب القطري يعني أو الزاوية محمد رمضان. لكن الفجوة موجودة يستغلوها مع الضرب من العالي. 15 الزمالك 8 النادي الأهلي. محمد مجدي يواجه فلوتر سبال سعيد كورة خلفي قط صاروخ مطراف وقتها توجع دفاع وملعب نادي الزمالك. أيوة كده فوق وروقه على أرض الملعب نجوم النادي الأهلي
الوحوش لازم يكونوا حاضرين وواعيين وفاهمين ومقدرين قيمة هذه المباراة واللقب بالكاس والذهب، ولازم بإذن الله يبقى الكاس في الجزيرة للعام الرابع على التوالي. عبد العال هيوجه فلوتر، سبال، رضا، فتحي، عدد خلفي، هنا ديفنس ولا أجمل أوت أوف سيستم، لكن قطبي يخلص، قطبي يخلص، لا 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 بلاش الضرب المحروق، بلوك ياخدوا دفاع نادي الزمالك. النقطة رقم 16 الوصول للسكند تكنيكال تايم اوت، الوقت المستقطع الفني الإجباري الثاني في أحداث الشوط الثاني، 16 نادي الزمالك 9 النادي الأهلي بفرق السبع نقاط الأفضلية للزمالك على أرض الملعب في أحداث الشوط الثاني. الزمالك اللي تفوق 3 لا شيء في دور 32 من كاس مصر على سبورتنج، ثم 3 لا شيء بنفس النتيجه في دور 16 على دلفي، ثم على الفيوم 3 لا شيء ايضا بنفس النتيجه في دور الثمانيه، وفي دور الاربعه كان فقد اول شوط بالامس امام طلاع الجيش خلص 3-1 علشان يتاهل للمباراه النهائيه. لكن الاهلي حتى وصوله للمباراه النهائيه ما فقدش ولا شوط، اول شوط افقده كان الشوط الاول في مباراتنا النهارده، لكن ده حل النهائيات. المهم تحافظ على تركيزك وتقلل من اخطائك وتعمل التحويله خلال المباراه وتقدر ترجع وترد حتى وان كنت متاخر، تلف المباراه لصالحك، ويقدر نجوم النادي الاهلي لانهم كلهم اصحاب خبرات وقدرات. رضا هيكل اوبوزيت نادي الزمالك على الارسال في هذه اللحظات، يلعب سبايك سيرف، هيخاطر، عنده رفاهيه النتيجه، يضرب استقبال الكره الاولى ما كانش بايجابيه، وقلنا استقبال الكره الاولى هو اللي مضيع كل هجمات النادي الاهلي في الشوط الاول والثاني حتى الان من المباراه. عبد العال ما يقدرش يتعامل مع ارسال رضا هيكل السبايك الثقيل اللي كان موجود جهه عبد العال في هذه المره. نقطة مباشرة ايس يحتسب لنادي الزمالك. رضا هيكل كمان مرة، سبال هذه المرة بشكل مميز، عبد العال، حسام يوسف، سعيد، حلوة 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 يا ولد، بس الاستمرارية، نحافظ على تركيزنا ونقلل من أخطائنا، استقبال كرة أولى، التوزيعات، استقبال الكرة الأولى يخلي الكرة في السيستم، فيبقى عندك كل الحلول، لعب أربعة اللي جاي من 6 لـ3 أو العالي أو من الأوبوزيت أو السريع يقدر يخلص بالتأكيد. تغيير على مستوى مركز 3 في تشكيلة النادي الأهلي، خروج في هذه اللحظات لكرازيمير جورجيف البلغاري، ونزول لأول مرة على أرض الملعب لسعودي عبد الرحمن، برضو كان أحد نجوم منتخب مصر تحت 23 عام، 5 العالم في مونديال مصر 2017، أتذكر كان ماركوس ميراندا. كرة دور الديفنس، دور سعودي ما يتحكمش، هذا الصد مقفل اللاين، والضرب القطري، ديفنس النادي الاهلي النهارده مش في حالته، وقص الدفاع اللي بيتعامل مع مثل هذه الكرات. تايم اوت ميدو في هذه اللحظه، 18 نادي الزمالك 10 النادي الاهلي. كلام مش كتير لانه لاعبي النادي الاهلي زي ما قلنا هم اللي مريحين لاعبي نادي الزمالك، وبالاحرى مدينهم فرصه ان هم يتفوقوا عليهم، وهم مستغلين الفرص، يعني اي ارسال سبايك او فلوتر، استقبال الكره الاولى او مهاره الاستقبال عند لاعبي النادي الاهلي مش في حالتها، التنفيذ والاطر التكتيكيه فيها مشكله شويه عند لاعبي النادي الاهلي، ومن ثم محتاجه تدخل سريع، مش عايزين يمر الوقت ولا يتصدر الضغط للاعبينا بالتاكيد. ضياء احمد ضياء على الارسال، هيوجه فلوتر، قلنا استقبال الكره الاولى هو اللي مضيع الشوط الاول وحتى الان الشوط الثاني من النادي الاهلي، عدم القدره على التعامل مع استقبال الكره الاولى من لاعبي النادي الاهلي او لاعبه اربعه والبروهات المنوطين باستقبال الكره الاولى في ارض الملعب بالنسبه لتشكيله النادي الاهلي. ضياء مره ثانيه، فلوتر، استقبال عبد العال في السيستم، حلوه حلوه حلوه، قطب يضرب بقوه، تاخد ايد حاطه صد والى خارج الملعب. احمد قطب اوبوزيت نادي الاهلي في هذه اللحظات، 11 النادي الاهلي 19 نادي الزمالك.
وعبد الله واحمد صلاح من خارج الخطوط مع السبستيتيوشنز او البدلاء. كل التشجيعات جايه من عندهم. ارسال تقيل حسام يوسف لكن تتلم هنا مع استقبال مميز والاعداد من جانب امامنا كان احمد فتحي علشان يخلص في هذه المره. مصطفى ابراهيم دبشه من اربعه علشان تبقى النقطه رقم 20 في صالح نادي الزمالك. اخر ثلاث مباريات فيما بين الفريقين في المواجهات التاريخيه الاهلي متفوق بالثلاثه. ارسال بدون تحكم. اذا النقطه لصالح نادي الاهلي. 12 الاهلي 20 الزمالك في احداث الشوط الثاني ولسه المباراه على ارض الملعب. لسه بدري في شوط ثالث ونقدر ان احنا نعود في النتيجه وحتى الشوط ده ما زال على ارض الملعب. سعيد سبايك سيرف سيبالديا فتحي اعداد خلفي يضرب بقوه يلحقها قطب هيجيبها تعدي سهله شانس بول لنادي الزمالك في هذه اللحظات. رضا فتحي سريع يحاول يضرب بلوك كوره بره كوره بره ضرب من السريع امامنا كان محمد مجدي يستخدم حائط الصد والنقطه رقم 21 لصالح نادي الزمالك. بصير نادي الزمالك على الارسال في هذه اللحظات. احمد فتحي بره قدرها صح قارئ جيد لابعاد الملعب ومن هذه الجهه ودايما بنقول عليه يعني خد منه وما ترجعش وراه. رامي شاهين حكم الخط من الحكام المميزين الحقيقه اللي موجودين على مستوى الكره الطائره المصريه والكره ما لمستش البيز لاين من عندي هنا حتى وانا موجود في الملعب باينه يعني. كمان مره هدايا مش في وقتها بالمره من دولة وكل نجوم النادي الاهلي النهارده بلا استثناء مش في حالتهم. لو في نص حالتهم يقدروا ان هم يلتهموا اي غريب لكن لسه المباراه على ارض الملعب ويقدروا يعملوا التحويله والتغيير في النتيجه باذن الله. دبش على الارسال هيوجه فلوتر سيبها لامامنا. عبد العال كوره عبد العال يا ولد يا ولد اوت اوف سيستم لكن مرفوعه حلوه قوي بره الشبكه بمتر واكتر وحاطط الكره باتقان في عمق الملعب الزملكاوي كان احمد عبد العال علشان يحط نقطه بعد كتير قوي لكن يظهر بشكل ايجابي على ارض الملعب. قطب يلعب سباك سيرف مثال تقيل حلوة 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 خلصت أهلوية هيجيبها تعدي تعدي بره. إذا النقطة أهلوية. فعالية الإرسال في التوقيت من قطب وقلنا الشوط ممكن يتغير ويتحول بإذن الله بإذن الله. 15 النادي الأهلي 22 نادي الزمالك. قطب ما زال على الإرسال. إصابات كتير أبعدته ربنا يبعد عنه شر الإصابات ويكمل بالشكل العالي مع النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني كمدعم بالتاكيد. النادي الاهلي دايما هو المصدر الاول لنجوم المنتخبات. قد يجيب الكوره حسام عبد الله تترفع يضربها قطريه لمست ما لمستش ما لمستش. عبد العال عايز يضرب من 4 في 4 بزاويه حد اكثر حديه على ملعب نادي الزمالك لكن ما يتحكمش في هذه المره. دي لفت بزياده وبقوه زياده عن الحد تطلع الكوره بره الملعب بالمره. 23 الزمالك 15 النادي الاهلي. وميدو بينشط كل لعبته كلهم السبستيتيوشنز واللي قاعدين على البنش قال لهم لا قوموا فوقوا كوره بلوك بلوك. محمد عبد المحسن مقفل امام قطب ونقطه مباشره مع حائط صد كان بفعاليه في هذه المره الحقيقه مع استغلال الفرص من لاعبي نادي الزمالك وتكتيك من محمد اللقاني حتى الان ناجح بيه على ارض الملعب في الشوط الاول وفي الشوط الثاني ونقطه الشوط الثاني على ارض الملعب بين ايدي لاعبي نادي الزمالك. محمد مجدي هيوجه فلوتر استقبال كره اولى. حسام عبد الله قطب يحاول يعمل البليس حلوه قوي 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 موه وكانه سيطلق صاروخ ثم حط البليس عمل الاسقاطه مع اللولبه في الكوره علشان تنزل في قلب الملعب الزملكاوي ويحط النقطه رقم 16 لنادي الاهلي. 16 الاهلي 24 الزمالك ونقطه الشوط وسايد اوت زملكاوي يعني الهجمه زملكاويه يعني هم اللي استقبلوا. عبد العال هيوجه فلوتر سيبال رضا فتحي اعداد كوره اوه اهلاويه اهلاويه النقطه اهلاويه. حائط صد كان موجود وكده كده ضربه البيب او لاعب اربعه اللي جاي من 6 ل 3 لما ضرب في الشبكه وردت في ملعب نادي الزمالك. تايم اوت
اول حر محق للكابتن محمد اللقاني في احداث الشوط الثاني من المباراه بياخده دلوقتي على ارض الملعب. اطر تكتيكيه وشغل احمد سعيد في انه يشوف الاخطاء هنا وهناك، نقاط القوه والضعف عندنا عند النادي الاهلي وعند لاعبي نادي الزمالك، ويشتغل عليها شغل الداتا فولي والسكاوتنج. بس اهم حاجه ان اللاعبين يكونوا في حالتهم علشان يقدروا ان هم ينفذوا على ارض الملعب، لانه كل الكلام سهل وعادي في الداتا فولي رغم صعوبته، لكن الاهم تنفيذه، الاتقان مع هذه التقنيه في تنفيذها علشان يتطور على ارض الملعب الاداء للاعبي النادي الاهلي، والعامل السيكولوجي العامل الذهني يكونوا فايقين ورايقين علشان يبقوا عاليين على ارض الملعب. عبد العال هيوجه فلوتر متامن في هذه اللحظات، هيوجه على رضا دبشه، استقبل وحش قوي طبعا طبعا، خطا فني في التعامل في حمل للكره، دبشه يخطئ في استقبال الكره الاولى، وايس موجود بنقطه مباشره على ارض الملعب من عبد العال. لعب اربعه في تشكيله النادي الاهلي، 18 الاهلي 24 الزمالك على ارض الملعب حتى الان في احداث الشوط الثاني. عبد العال بره، خطا مش في وقته بالمره، ده هو فلوتر ولازم تامنه. عموما شوط اول لصالح نادي الزمالك 25-23، شوط ثاني لصالح نادي الزمالك 25-18، شوط ثالث هو شوط الامل في التواجد باذن الله للنادي الاهلي للمنافسه على اللقب والكاس والذهب، ولسه المباراه واللقب والكاس والذهب على ارض الملعب. فاضي مليان بتحرق عطلان على البحر على البر عيان بعد الشر الفرح في عزا تشربها مركزه فوق السرير تحت السرير بديكير مانيكير بالليل بالنهار بتدور على فار بتسمكر بزنجر عزمها بتبزر بتدندن بتلون الباي لسه بيتكون في المطبخ منور قطع الله ينور. بنك سعيد في اي وقت في اي مكان وتحت اي ظرف مش هيسيبك، نزل الابلكيشن دلوقتي من على اب ستور او جوجل بلاي او اب جاليري، سعيد موبايل بانكينج معك في كل مكان. كان يوم لذيذ قوي النهارده. قوي فادي، وانت لو كان ممكن تبقى حيوان كنت تحب تبقى ايه؟ حيوان تحب ابقى حاسب الست الموضوع كده ليه كده يا بابا؟ لا هو كان هنطير الست، بس ايه الشطارة دي؟ لا عيب عليك. لا برافو. ايه برافو ده؟ لا هو برافو، بطاطس مش مكسرة، برافو كيس أكبر، برافو هي دي البطاطس. عندي طيب مش قريب، عندي أحلى. لا دي رحلة. عندي أحلى أحلى أحلى. لا دي رحلة رحلة رحلة. تختار الشيخ زايد، تختار التجمع، المهم إنك أنت تكون في زاد. فاضي مليان بتحرق عطلان على البحر على البر عيان بعد الشر الفرح في عزا تشربها مركزه فوق السرير تحت السرير بديكير مانيكير بالليل بالنهار بتدور على فار بتسمكر بزنجر عزمها بتبزر بتدندن بتلون الباي لسه بيتكون في المطبخ منور قطع الله ينور. بنك سعيد في اي وقت في اي مكان وتحت اي ظرف مش هيسيبك، نزل الابلكيشن دلوقتي من على اب ستور او جوجل بلاي او اب جاليري، سعيد موبايل بانكينج معك في كل مكان. في كل مكان واحداث الشوط الثالث من مباراه القمه نهائي كاس مصر للكره الطايره رجال موسم 2020-2021. الاهلي الزمالك بعد الشوط الاول انتهى بافضليه لنادي الزمالك 25-23، وشوط ثاني انتهى بافضليه لنادي الزمالك 25-18. ننتظر باذن الله شوط ثالث في العوده، لانه شوط البقاء في المنافسه على اللقب الكاس والذهب للاعبي النادي الاهلي وكبرياء البطل، ما ينفعش تخرج النتيجه بهذا الشكل، ومن ثم عليهم ان هم يرفعوا من التركيز. وكلام ميدو كان في الاساس اكتر ما انه فني في 3 دقائق الراحه فيما بين الشوط الثاني والثالث، هو عامل سيكولوجي فوقه روقه على ارض الملعب. وجود على ارض الملعب في بدايه احداث الشوط الثالث لاحمد صلاح عبد الحي الجوهره الاهلاويه والنجم المايسترو على ارض الملعب عبد الله عبد السلام كباصير، وهو اللي هيبدا مع الدوران على الارسال في تشكيله النادي الاهلي، وعندنا حارس صد هيكون مميز لان في دوله
وفي احمد سعيد وفي احمد صلاح عبد الحي في هذه اللحظات مع وجود كلاعب اربعه تاني في التشكيله الاهلاويه لاحمد عبد العال وليبرو بادئ على ارض الملعب محمد رمضان. اشاره من وائل قنديل حكم اللقاء الاول. عبد الله بسم الله شوط البقاء بسم الله شوط المنافسه على اللقب. كره اوت اوف سيستم متناول حائط صد تتجاب ما تتجابش حائط صد مشروخ فيما بين سعيد ودوله هنا والنقطه الاولى مع استغلال حائط الصد بالشكل الايجابي في هذه المره من رضا هيكل لاعب الاوبزيت في التشكيله الزملكاويه. هيبدا مع دوران على الارسال محمد مجدي يوجه سيبها الكره الاولى مميز حلوه حلوه سعيد يضرب في حائط الصد والى داخل او خارج الملعب. لازم يفوق ولازم يروق ولازم الصيحات وبقوه كبرياء البطل الاهلي الوحش وباذن الله النهارده يلتهم ولا اي غريم ينجحش تمشي كده بس حلوه ان شاء الله باذن الله نحتفل النهارده بالكاس. كل شيء على ارض الملعب وارد وبايدينا نقدر نرجع في اجواء المباراه. ادي كوره وادي ايس وادي الوحش يظهر ويبان عليه الامان. ايوه كده يا اخي بقى متعنا من بدري يظهر ويبان عليه الامان بعد ضربه باول نقاط النادي الاهلي ياتي بايس بفعاليه بايجابيه الضريب اللعيب احمد سعيد شفيق. سعيد ابو ايد حديد كمان مره كمان مره ضياء سبال فتحي كره ديفنس يا رمضان محتاجة بس خطوة هو اتحرك خطوتين لجوه الملعب كان عايز يضم جهة ستة اكتر خدعته مع اللمسة في البلوك عملت اللولبة سقطت في ملعب النادي الاهلي. معلش تعدي تعدي 2-2 تعديل تقفيل للشوط على ارض الملعب. هيكل سبايك مومو لازم نرفع من فعالية استقبال الكرة الاولى وإلا لازم 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 لو الامر طال مفيش هزار لازم نرفع من معدل التركيز باذن الله على ارض الملعب. استقبال الكره الاولى لازم يكون مميز. الحل السحري لبناء هجمه فعاله للنادي الاهلي. ما زال هيكل على الارسال رضا امامنا اوبوزيت نادي الزمالك. يضيع يضيع 3-3 شوط الكاس. لو قدرنا نكسب هذا الشوط باذن الله صدقوني الاهلي هيلف المباراه كلها وهيجيبها 3-2 وليه لا ونخلص اللقب بكاس الذهب وتبقى حلاوتها بصعوبتها باذن الله. دول على الارسال هيوجه فلوتر سيبال ضياء كوره اوت اوف سيستم دي تتجاب تتجاب كوره هتعدي سهله من عبد العال. رضا فتحي يضرب كوره اهلاويه لانها كده كده جت في الشبكه ما مرتش وما لمستش حائط الصد لان كوره كانوا بيطالبوا انها اوت ما لمستش الخط الجانبي لملعب نادي الزمالك. لو لمست في حائط الصد ولو بملي تبقى النقطه زملكاويه لكنها ما لمستش في حائط الصد جوه بقى ولا بره كده كده ضرب في الشبكه والنقطه اهلاويه ويعود التفوق للنادي الاهلي على ارض الملعب. 4-3 ضياء استقبال فتحي اداد خلفي كوره ديفنس سعيد يا ولد كوره اوت اوف سيستم لكن سعيد بيضرب بجراءه من المنطقه الدفاعيه هنا ولكن يجيبها دبشه تترد ضياء يضرب زاويه يضرب زاويه دور الديفنس دوله قوه الضربه ما يتحكمش عادي تعدي المهم نحافظ على التركيز ونقلل من الاخطاء. شوط ما ينفعش فيه النرفزه او قله الحيله. 4-4 ضياء على الارسال في هذه اللحظات. الباشمهندس هو باشمهندس وهقول لكم مين اللي بيتقال عليه لقب الباشمهندس في الرياضه العالميه بشكل عام. يجيب ايس يجيب ايس استقبال الكره الاولى يعني هي ما تجيش غير كده ما هو لازم اللاعبين بقى يحسوا بالمسؤوليه على ارض الملعب في استقبال الكره الاولى. لاعبي اربعه و الليبرو المنوط باستقبال الكره الاولى لازم يكونوا قادرين على انهم يرفعوا من معدل التركيز في التوقيت. دي مره ثانيه فلوتر بره 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 بره. اذا 5-5 تعديل تقفيل للشوط على ارض الملعب بمناسبه ضياء اللي ضيع الارسال وجاب اسم من قبلها اللي بيتقال عليه الباشمهندس في الرياضه العالميه لو تفتكروه خوان مارتن ديل بوترو الديلبو في عالم التنس الارجنتيني بالتاكيد اللي جه بعد نالبانديان وغايب عندهم مين شوارتزمان دلوقتي هو اللي بينافس في عالم التنس على مستوى المحترفين في الاي تي بي وبطولات الجراند سلام. صلاح نحاول نطلع شويه بره المباراه علشان نهدى شويه لانه الشوط الاول والثاني بعدنا عن الحاله اللي كنا نتمناها على ارض الملعب لكن لسه المباراه على ارض الملعب والشوط ده باذن الله اهلاوي.
صلاح ما يتحكمش مع الارسال لكن عادي وتعدي. 6 زمالك 5 النادي الاهلي. محسن سليمان هيوقف لوتر. سبال بره 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 قدرها صح سعيد قدرها صح. 6-6 جيم مقفول من بدايته على ارض الملعب. عبد العال مع دوران هو على الارسال. هيلعب فلوتر هيوجه سيبال ديا فتحي اعداد في 4 دور الديفنس. يا رمضان يا رمضان قوس الدفاع في الجهه العكسيه ورمضان وما قدرش ان هو يتعامل مع قوه الضربه من ضياء مره ثانيه. 7 الزمالك 6 النادي الاهلي على ارض الملعب في احداث الشوط الثالث من المباراه. فتحي بره قدروها صح. النقطه اهلاويه ولازم نستغل معدل ارسالاتهم الضايع الكتير قوي في احداث الشوط الثالث علشان ناخد كسر واتنين ونبني عليه. ميدو تعليمات محمود رؤوف عبد القادر والخيارات ودولا. شوف شوف حاله قله التركيز حاله قله التركيز لانه الراجل الليبرو خرج ودولا نزل علشان البلوك لان السايد اوت زملكاوي. الليبرو خرج ودولا قاعد على البنش ومركز بره المباراه تمام. اللاعبين كانوا 5 والنقطه كانت تتلعب. كوره صد ديفنس حلوه حلوه كوره عبد الله وسعيد يضرب بقوه يضرب بقوه قوه الضربه ما تحكمش لحقت الصد ولا الديفنس والنقطه اهلاويه. يرفعوا من معدل التركيز يقللوا من الاخطاء يستقبلوا الكره الاولى بمثاليه يقدروا ان هم يركبوا الجيم وما ينزلوش. 8 النادي الاهلي 7 نادي الزمالك ولاول مره في المباراه نوصل متفوقين سواء لفيرست او سكند تكنيكال تايم اوت. وصلنا للتايم اوت الاول الفني الاجباري في احداث الشوط الثالث والافضليه اهلاويه على ارض الملعب 8-7 فارق النقطه الواحده ولسه المباراه على ارض الملعب بالتاكيد. لكن شوف قله التركيز لاعبي النادي الاهلي النهارده حالتهم الذهنيه هي اللي مخليه نادي الزمالك يتفوق على ارض الملعب مع بالتاكيد شغل فني موجود من محمد اللقاني ولاعبي نادي الزمالك. لكن لاعبي النادي الاهلي لو رفعوا من معدل التركيز وقللوا من الاخطاء والامور الفنيه السهله والساذجه قدروا ان هم يتداركوها الاخطاء يعني هيقدروا والله يخلصوا هذه المباراه 3-2 وياخدوا الكاس. سعودي على الارسال في هذه اللحظات سنتر النادي الاهلي. كاس عالم مع الكبار مونديال اليابان 2019 وكان زي ما قلنا من نجوم 5 العالم منتخب ماركوس ميراندا منتخبنا الوطني تحت 23 عام مونديال مصر 2017. سبال وحش قوي 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 ايس موجود ادي الكسر هو ده اللي بتكلم عنه. جبنا الكسر نبني عليه. لاعبي النادي الزمالك فاقدين للتركيز في هذا الشوط مطمنين قوي والثقه زياده تتقلب لضدها زي ما حصل مع لاعبي النادي الاهلي في الشوط الاول والثاني بيحصل مع نادي الزمالك دلوقتي في الشوط الثالث ومن ثم يكبر في هذه اللحظات. اللقاني محمد المدير الفني لنادي الزمالك على تايم اوت الحر الاول المحق ليه في احداث الشوط الثالث من المباراه. خدنا الكسر لازم نبني عليه لازم ما نفقدش التركيز واستقبال الكره الاولى يكون مميز والتعامل التكتيكي يكون فعال. عبد الله وادواره لمحه عينيه قراءه وقفه السنتر والتوزيعات بس اهم حاجه الكره الاولى لازم تكون باتقان علشان تريح عبد الله مايسترو النادي الاهلي لانه السنتر بتاع نادي الزمالك هو اللي عليه الشغل كله. ومع الارسال دلوقتي لسعودي وقفه البصير في اي ملعب من الملاعب السته في ملعب نادي الزمالك والتكتيك وهيوجه على مين ومين استقباله ضعيف او متوسط او بيرفكت. سعودي يوجه دبشه استقبال اعداد فتحي كوره للديفنس ما يتحكمش ما يتحكمش تتضرب زاويه من العالي والنقطه رقم 8 لنادي الزمالك والافضليه ما زالت اهلاويه على ارض الملعب 9-8 لصالح النادي الاهلي. مصطفى ابراهيم دبشه على الارسال لاعب 4 في تشكيله نادي الزمالك يوجه سبال مومو معوض اعداد سريعه يا راجل يا راجل الرفعه بس كانت محتاجه تكون اعلى نسبيا على الشبكه علشان تحكم دوله وسياره وقريبه من صدره وما يتحكمش ان هو يضربها ومن ثم تيجي في الشبكه وترد لملعب النادي الاهلي. 9-9 وتغيير على مستوى سنتر النادي الاهلي في هذه اللحظات خروج لدوله ونزول لعبو عبد الحليم عبو 2 متر و11 خرج 2 متر و11 دخل بسم الله ما شاء الله اطوال عمالقه النادي الاهلي. عبد العال السبال حلوه قوي في السيستم سعيد يسقطها الكوره اهلاويه قال لك لا
لمس الشبكة وهو نازل إلى أرض الملعب ما بعد الإسقاطة من أحمد سعيد، وأعتقد كمان رجليه مرت لملعب نادي الزمالك بأكملها من تحت الشبكة، ومن ثم خطأ موجود النقطة رقم 10 لنادي الزمالك مقابل 9 للنادي الأهلي. تايم أوت حر أول في أحداث الشوط الثالث للكابتن محمد مصطفى حميدو المدير الفني للنادي الأهلي في هذه اللحظات. إذن بما قل ودل الأهم الترجمة الفورية على أرض الملعب من لاعبي النادي الأهلي. نزل مومو في تغيير الحرة وخروج لسعودي في هذه اللحظات مع وجود للاعب ثلاثة على أرض الملعب. عبد الحليم عبو ولازم يكون فعال في البلوك لأنهم هيحاولوا يلعبوا من السريع في وجود عبو على أرض الملعب. دبشة استقبال كرة أولى نتمنى مميز استقبلها بجر، اعداد خلفي صلاح الوحش يضرب الكرة يجيبها، لا خلاص خلصت الكرة أهلوية، الكرة أهلوية قال لك عدى من ملعب النادي الأهلي من تحت الشبكة كان رضا هيكل. إذن 10-10 تعديل تقفيل للشوط الثالث على أرض الملعب. كل لاعبي نادي الزمالك بيعترضوا إنه بيقولوا رضا هيكل عدى من بره، والحكم الأول وائل الأنديل والحكم الثاني محمد منير خدوا القرار السيادي إنه لا عدى من جوه الملعب مش من بره الملعب، ومن ثم فقدت الهجمة شرعيتها والنقطة أهلوية. عبد الله على الإرسال في هذه اللحظات هيهاجم على السبايك حلو رضا إعداد خلفي هيكل ظهره لورا لكن قدر إن هو يتعامل مع حائط الصد، لأن عبو عنده مشكلة مع الارتقاء نسبيا ايديه بتبقى من تحت لفوق ومن ثم في تأخير في ديلي صغير بيخلي كرة حتى وإن كانت في متناول حائط الصد لكن بيقدر يستغل حائط الصد اللاعب الضريب لما بيضم جهة 2 أو جهة 4 أو من السنتر. عبو ويبقى من أحد أهم اللاعبين الدوليين اللي موجودين في هذا الجيل كلاعب سنتر في تشكيلة النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني الأول. إصابات أبعدته ثم عاد من جديد وعنصر مؤثر ومهم. مجدي محمد على الإرسال فلوتر سبال محمد معوض اعداد سريع سيستم حلوه 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 في السيستم من البصير ومن التلت مش من التلتين، وعنده رفاهيه الرفع لاي مكان كان عبد الله عبد السلام رفعها لثلاثه وخلص عبه. وباذن الله وكالعاده عايزين الاستمراريه 11-11 على ارض الملعب. تغيير على مستوى مركز اربعه دلوقتي على ارض الملعب نزول لرايموند سيزيتو الكندي ما وصلش لنص حالته بس يرفع من معدل التركيز ويلعب بمستوى الطبيعي يخدم على هجوم النادي الاهلي والدفاع واستقبال الكره الاولى لان قلنا لاعب اربعه بيعمل كل شيء. خطا من لاعب اربعه الثاني اللي موجود على ارض الملعب في التشكيله الاهلاويه مع الارسال احمد سعيد، ومش عايزين هدايا كتير قلنا لازم نرفع من معدل التركيز ونقلل من الاخطاء نقلل من الاخطاء. رضا هيكل على الارسال سيزيتو استقبال حلو قوي عبد الله سيزيتو مره ثانيه من العالي اعمل اسقاطه مقريه من ضياء فتحي يضرب بره 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 ما لمستش البلوك النقطه اهلاويه النقطه اهلاويه لازم نروح لازم نروح دلوقتي على ارض الملعب 12-12 فتحي رفعها الهيكل وهيكل من الاوبوزيت ما يتحكمش في الضربه كان عايز ياخد او يعني تلمس في ايد حائط الصد من اعلاء لكن ما اتحكمش. عبو على الارسال 2 متر و11 سنتيمتر 3 متر 60 مع السبايك ارسال كوره حائط صد هتعدي سهله هتعدي سهله سابوها النقطه اهلاويه النقطه اهلاويه اتلخفنوا اتدربكوا ووقعت في ملعب نادي الزمالك والنقطه اهلاويه على ارض الملعب. وايه احمد صلاح بيقوم كل اللاعبين اللي موجودين على البنش قوموا شجعوا اعملوا صيحات ادونا الروح والحماس اهو بيقول لهم مش هينفع كده لازم تشجعونا لازم تحفزونا الروح ما ده اللي اتكلمنا عنه من الاول هيفوقوا يروقوا يلتهموا اي غريم بما فيهم نادي الزمالك زي ما خلصوا في مشوار الكاس على الدخان والطيران والترسانه والاتحاد وتحديدا الطيران والترسانه والاتحاد ثلاثه لا شيء
بالثلاثة في ثلاث مباريات، دوري اتنين وواحد كاس. الزمالك خلصنا عليه بالثلاثة وعلى الصفر في الدوري رايح جاي، والاثنين كانوا على ملعب المقاولين العرب او على الصالة، صالة المقاولين العرب. عبوا ما زال على الارسال، 13 الاهلي 12 نادي الزمالك. السبال رضا، اعداد فتح السريع، مقري مقري مقري، نقطة اهلاوية، البلوك المسمار اللي يقوده سعودي هنا امامنا. خبرة الصغار ما بقاش صغير بس بقى ايه، كبير ويحير العملاق، صغير السن وكبير القيمة في التشكيلة الاهلاوية. هنا امامنا ظهور لسعودي، الضرب من ثلاثة لكن فعال سعودي وباذن الله وكالعادة، بس عايزين الاستمرارية، بلاش 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 اخطاء سهلة، تعدي تعدي، نحافظ على هذا التفوق. 14 الاهلي 13 نادي الزمالك. يخرج عبو في تغيير الحرة ونزول لمعوض مومو. كمان مرة هنا تغيير جوز الخيل في تشكيلة نادي الزمالك، نزول لأشرف اللقاني، نجل طبعا الكابتن محمد اللقاني المدير الفني لنادي الزمالك كبصير في التشكيلة لنادي الزمالك في هذه اللحظات. وهشام يسري عويس لاعب الطيران سموحة والزمالك، لاعب الاوبوزيت في تشكيلة زملكاوية، بياخد دور على ارض الملعب لكن مع نزولهم ضياء يضيع ارساله، والنقطة اهلاوية والكسرة حاضر بفرق نقطتين على ارض الملعب. 15 الاهلي 13 نادي الزمالك. صلاح المطارق مستنيينها، العالمي يحط كورة 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 يجيبها برجله من حقه، اعداد اللقاني، تحدي الشبكة، كرة زملكاوية، تحدي الشبكة كان موجود لكن قدر ان هو يستخدم رايمون سيزيتو لصالحه بذكاء في الضربة اللي كانت موجودة من هشام يسر عويس. يوجه ريسك الايد في تحدي الشبكة علشان يوجه الكرة لبرا. محسن سليمان على الارسال في هذه اللحظات. فلوتر يوجه، سيب الكرة الأولى، سيزيتو بلاش بلاش بلاش، سيب الكرة الأولى تتلم، تتجاب في حمل للكرة، قال لك لا سهلة دي حلوة في السيستم، يخلص بقى يخلص بقى يا ولد، جابها وكان فيها فيها لمستين اعتقد كمان، يعني هو في خطأ فني كان موجود في الكورة ولكن مشيت وعدت وخلاص، ننساها ننساها، المهم اللي جاي نبني عليه، الكورة تعدي سهلة ويلمها صلاح ويرفعها عبد الله عبد السلام في السيستم علشان يخلصها من السريع. كان امامنا هنا اللاعب عبد الرحمن سعودي. اذا 16 نادي الاهلي 14 نادي الزمالك، الكسر حاضر مع الوصول للسكند تكنيكال تايم اوت، شوط من الاول من اوله واخدين التفوق على ارض الملعب مع وصولنا متفوقين للفيرست وسكند تكنيكال تايم اوت في هذا الشوط من المباراه. ميدو الحديث مع عبد الله عبد السلام قائد من على الخطوط وقائد على ارض الملعب، وسعيد كلاعب اربعه الى جوار عبد الله عبد السلام كبصير، وسيزيتو رايموند اللي هيكون على الارسال دلوقتي كلاعب اربعه تاني في التشكيله الاهلاويه على ارض الملعب في وجود لرمضان كاليبرو، وصلاح موجود في الاوبوزيت، وسعودي سنتر هيلعب فلوتر هيوجه سيبالديا، اعداد اللقاني في اربعه ديفنس، تعدي تعدي تعدي، سابها بره، لمست ما لمستش، المراكبي قال لك ما لمستش، حكم الخط رقم ثلاثة على ارض الملعب. 16 الاهلي 15 الزمالك. تغيير هنا امامنا، نزول فتحي وخروج لقاني ونزول لرضا هيكل وخروج لهشام يسر عويس، تغيير الجوز الخيل او الضريب والبصير اللي بتتعمل دلوقتي على ارض الملعب في تشكيلة نادي الزمالك. فتحي على الارسال وما بعدها ديفنس في هذه اللحظات. فلوتر سهلة دي، سيزيتو عبد الله حطها سعيد، واو ولا أجمل، سوبر سبايك رائع، يحط كورة توجع ويخلص سعيد من أربعة، عالي وفعال، ولما يكون مش هقول والله لاعبي النادي الأهلي النهاردة بس يوصلوا لنص حالتهم يلتهموا الزمالك على أرض الملعب ويرجعوا في النتيجة بإذن الله. 17 الاهلي 15 الزمالك على ارض الملعب، الكسر حاضر وبنقرب من الشوط الاول اللي يعود بينا في النتيجه على ارض الملعب. السبال اعداد حلوه 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 حلوه، بلوك تترد، اوه ولا اجمل، نقطه التحول في هذا الشوط ويمكن في المباراه ككل. الوحش اللي بيرد عليا بيقول لي لا انا اتطورت، انا بلوكاتي كبيره، انا تقيل، انا عنيد، انا برج،
مفيش حاجة مني هتعدي النهاردة الظهور للوحش أمامنا هنا العملاق الأهلاوي في هذه لحظات. عبد الحليم عبو 32 عام هذا العملاق، 2 متر و11 3 متر 45 مع البلوك مع الطيران والارتقاء الأعلى وطول الذراع اللي استخدمه في التوقيت بإيد من حديد يخلص بلوك رائع علشان يوصل بالنادي الأهلي للنقطة رقم 18. إذن 18 النادي الأهلي الكسر بفرق 3 نقاط، 15 نادي الزمالك، ويجبر على تايم أوت الثاني والأخير الحر المحق ليه في أحداث الشوط الثالث من المباراة. محمد اللقاني اللي جابه لعبته شوط أول وثاني ولسه المباراة على أرض الملعب وبإذن الله اللقب في الجزيرة. سعودي على الإرسال مع دوران في هذه اللحظات، هيلعب فلوتر هيوجه ما بين ضياء ورضا، وضياء في الفلوتر مش عالي قوي، مش عالي قوي، بره بره، قال لك ما لمستش البيز لاين في هذه المره. كان امامنا رامي احمد شاهين مراقب الخط الخلفي لملعب نادي الزمالك. 18 الاهلي 16 الزمالك. استقبال الكره الاولى، مهاره الاستقبال دبشه سهله سيزيتو صوابع حلوه قوي حلوه قوي حلوه قوي. صلاح يضرب ديفنس رضا اوت اوف سيستم دي في المتناول. لا 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 لا، مضروبه من المنطقه الدفاعيه وخلاص تعدي 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 تعدي. عبد الله بهدوء بيتكلم مع عبو. النقطه رقم 17 لنادي الزمالك. خلينا في النقطه اللي جايه، خلينا في استقبال الكره الاولى، خلينا في السايد اوت بتاعنا. الكسر مازال حاضر 18 17 بفرق النقطه الواحده، لكن عندنا سايد اوت نقدر نجيب بيه فرق الاثنين. دبشه استقبال بجر سيزيتو اعداد عبد الله سعيد وحش نجم كبير تقيل في الوقت المثالي يخرج بالمطارق اللي توجع الملعب الزملكاوي، والنقطه رقم 19 للنادي الاهلي على ارض الملعب. وقلنا لاعب اربعه يعمل كل حاجه واي حاجه. استقبال كره اولى ديفنس حائط صد ضريب ارسال عكس المهام الاساسيه للاعب الاوبوزيت وبره بره. قال لك جوه، قال لك جوه، قلنا دي لفت لبره، قال لك خدت جزء من اللاين. امامنا في هذه المره الكابتن محمد مسعود مراقب الخط في هذه الجهه في ملعب النادي الاهلي، حكم رقم واحد يعني من حكام الخطوط الاربعه. 19 الاهلي 18 الزمالك. مجدي على الارسال، محمد فلوتر سيبال سعيد عبد الله اعداد سعيد مع دوران موجود هنا في اثنين لكن ما يتحكمش قوي. تطلع ديفنس عبد الله ولا اجمل بالخبره اوت اوف سيستم، لكن عندنا قدره. بلاش 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 الاخطاء السهله والساذجه مش في وقتها، لكن عادي تعدي. محمد معوض لمستين في الكوره مع الاعداد بالصوابع. وعلى فكره على فكره معلومه يعني انه لو موجود، لو محمد معوض كاليبرو في النادي الاهلي موجود في التلت الامامي في 3 متر اللي قدام مش في التلتين اللي ورا او 6 متر اللي ورا، ما يقدرش يرفع صوابع، لازم يرفع بجر بس من التلتين من ورا يرفع صوابع زي ما هو عايز. كوره صاروخ، كوره جوه، كوره اهلاويه وياكدها اللي ما نرجعش وراه. كان امامنا هنا في هذه المره رامي شاهين، ضرب من صلاح ويخلص في هذه المرة مع دوران كان موجود في أربعة لكن يقدر يضرب ويخلص ويوجع من جديد الملعب الزملكاوي. 20 الأهلي 19 نادي الزمالك. أحمد سعيد هيلعب سبايك سيرف، صاروخ جديد يستقبل ضياء فتحي إعداد كرة وحلوة أهلاوية أهلاوية. الضرب كان في الشبكة من ضياء وكان ذكاء ذكاء، هقول لكم هقول لكم، لأنه مع ترتيبة الدوران ووقفة البصير في ملعب نادي الزمالك على الرسمه التكتيكيه دي الزمالك هيلعب اللعبه الثالثه او من البصير او فتحي بالاحرى هيرفع للاعب احمد ضياء، ومن ثم اتوجه الارسال من البدايه من سعيد على ضياء علشان يزقه لورا او يحجمه او ما يخليهوش مرتاح مع ضرب. وده كان تكتيك مفعول او ليه مفعول في عدم قدره ضياء ان هو يتعامل بشكل ايجابي. صاروخ دبشه اوت اوف سيستم دي، دبل 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 هنا هنا هنا، في لمستين في لمستين، خطا في التعامل من ضياء وركبنا الجيم وركبنا الجيم. الوحش راجع على ارض الملعب باذن الله. الاعصار الاهلاوي هيضرب من جديد بايد من حديد. خلص الاثنين تايم اوت الحرين محمد اللقاني والاهلي على ارض الملعب. الاهلي
القميص الأحمر المهيب يقدر يخلص بيه بطولات وأرقام وألقاب. سيبك من نقطة اللي عدت، عادي تعدي. الكسر حاضر، 22 الأهلي 20 الزمالك على أرض الملعب. استقبال كرة أولى هنا لأنه هيلعب سبايك سيرف. هيكل أوبزيت نادي الزمالك، بره 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 بره، استضع هنا أمامنا في هذه المرة الصياد من العالمي، هو بيحب يتقال عليه كده بالمناسبة الحكم اللي موجود في هذه الجهة وفي هذه الجهة هنا أمامنا. مش إبراهيم ثابت لأنه اتغير حكم اللاين مان، اتغير اتغير، هقول لكم هقول لكم على 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 اسمه دلوقتي. عموما ان الكرة كانت بره والنقطة 23 في صالح نادي الأهلي. سبال دبشة بصعوبة، فتحي حلوة، ديفنس سعيد، ايه ايه زملكاوية، بإشارة من الحكم الثاني، قرار سيادي ولا رجعت فيه من وائل قنديل. ماشي تعدي 23 21، تغيير هنا بنزول قطب ثم عودته من جديد، وطبعا اللاعب اللي خرج لازم ينزل مكان اللاعب اللي نزل مكانه، يرجع من جديد على ارض الملعب. فيما بين التغييرات الستة في كل شوط ده غير التغييره الحره، احمد صلاح عبد الحي المطرقه الاهلاويه، ونزول احمد يوسف عفيفي بدلا من ضياء في مركز أربعة، وهيكون على الارسال في هذه اللحظات ما بعد الارسال الديفنس لان سايد اوت اهلاوي. عايزين نقطه الشوط تاتي فيما بين ايدي لاعبي النادي الاهلي. هيلعب فلوتر كابتن وقائد نادي الزمالك عفيفي، استقبال مومو، اعداد سيزيتو، يضرب بره 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 بره، ايه 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 ايه, إيه, إيه. كرة برة كرة برة، أهلوية أهلوية أهلوية، هو أخطأ هو أخطأ هو أخطأ هو أخطأ، النقطة أهلوية النقطة أهلوية. هو خضنا كلنا الصراحة، يعني حكم من حكام الصفوة اللي موجودين في كرة الطائرة المصرية وائل قنديل، لأنه كرة أهلوية كرة برة بلا جدال ولا نقاش، هو بس صفر وأشار لملعب نادي الزمالك. يعني من مواقف وطرائف المباراة والفاينل والنهائي والقمة النهاردة. نقطة الشوط بين ايدي لاعبي النادي الاهلي، تعدي معلش الوحش، يضرب في الشبكة وتعدي، سايد اوت اهلاوي. لازم استقبال كرة اولى يكون مميز، لازم بناء هجمة بالشكل المطلوب المرغوب فيه، والعين على لاعبة اربعة والليبرو محمد معوض سعيد وسيزيتو في استقبال الكرة الاولى في الهجمة دي اللي جاية دي. ومحسن هيلعب فلوتر، وطالما هيلعب فلوتر يبقى يوجه على سعيد. عموما خد التايم اوت الحر المحق ليه الثاني والاخير كابتن محمد مصالح حميد والمدير الفني للنادي الاهلي علشان التكتيك اللي هينتهج في السايد اوت اللي جاي. بس نستقبل كره اولى مميزه، لاعبين عاليين وكبار وتقال ودوليين وكبرياء البطل وقميص النادي الاهلي اللي باذن الله النهارده هيشيل اللقب بالكاس والذهب علشان تبقى الثنائيه المحليه كالعاده لقب العاده في اخر اربع سنوات. ارسال محمد عبد المحسن سليمان، هيوجه هيلعب على سعيد، استقبل يا سعيد استقبل سعيد، كوره بصعوبه بصعوبه، تحدي شبكه، كوره ايه اهلاويه اهلاويه. اذا 25 22 الشوط اهلاوي والعوده بالتاكيد على ارض الملعب. اذا باذن الله الكاس في الجزيره، خدوها مني ان شاء الله، بس نجيب الشوط الرابع ونقفل ونروح لشوط الفصل والحاسم، ولسه المباراه على ارض الملعب الاهلي موجود. إذن العودة من جديد مرة أخرى مشاهدينا متابعينا عبر شاشة الأهلي في كل مكان، واستكمال أحداث مباراة القمة والحسم للقب بكأس والذهب نهائي كأس مصر للكرة الطائرة الرجال موسم 2020 2021. الأهلي الزمالك شوط أول بأفضلية زملكاوية كان 25 23، شوط تاني كان بأفضلية زملكاوية 25 18، ثم العودة لكبراء الكرة الطائرة المصرية 25 22 في الشوط الثالث. ننتظر بإذن الله شوط رابع من أجل اللقب والكاس والذهب بإذن الله، وإن شاء الله يكون في الجزيرة النهارده. شوط من أجل العودة على أرض الملعب، من أجل التعديل والتقفيل للمباراة، ونحتكم للشوط الخامس الفصل والحاسم، وبإذن الله يكون بأفضلية أهلاوية على الأرض. نظبط بس استقبال الكرة الأولى ونلعب على التكتيك اللي معمول بالشكل المطلوب المرغوب فيه مع الداتا فولي، ونترجم تعليمات
الراجل اللي بيجيب لنا داتا فول يا احمد سعيد من بره والسكاوتنج اللي شغال هنا وهناك، وكمان اللاعبين يكونوا في حالتهم الذهنيه الرايقه والفايقه، لان الشوط اللي فات ده شوط التحول على ارض الملعب وتكتيك ميدو في تغييرات. وهنا امامنا اول الارسالات مع دوران على ارض الملعب، يغلط دبشه ودي تدينا الثقه، والثقه ما هي روح، ما هي روح، خدوها مني قميص النادي الاهلي بروح لاعبي النادي الاهلي واسم النادي الاهلي يخلص بطولات بطولات. عبد الله فتحي هنا اعداد بلوك كره اهلاويه، اذا الكسر من بدري والله، لو ركبوا الجيم ما هينزلوا، هنخلص ومش هنرحم، هنلتهم وكالعاده الاهلي يا ساده. اذا 2 لا شيء افضليه اهلاويه على ارض الملعب في احداث الشوط الرابع، شوط البقاء في المنافسه على اللقب والكاس والذهب. عبد الله من جديد ارسال تضرب في الشبكه تتلم، اعداد خلفي امام حائط الصد جيبها، كان متاخر. هي دي بقى مشكله يعني فنيا قوي، لو ركزنا مع عيبه مشكلته ان هو مع الارتقاء دي من تحت وبعدين بتطلع لفوق، الديلي الصغير ده بيأخر في انه يضم بشكل سريع ويعمل الدبل بلوك بايجابيه مع احمد سعيد هنا مع ضرب من الاوبوزيت في جهه ملعب نادي الزمالك. 2-1 افضليه اهلاويه، ارسال بره بره بره، وهم رفعوا من معدل اخطاء الارسالات بشكل ملحوظ في الشوط الثالث والرابع، ولازم نستغل مثل هذه الاخطاء لاننا اديناهم الفرصه بادائنا اللي ما كانش عالي قوي او ما دخلش لاعبينا في اجواء المباراه في الشوط الاول والثاني، اديناهم فرصه ان هم يبانوا متفوقين، وان كان لاعبي النادي الاهلي هم اللي ادوا الفرصه لتفوق نادي الزمالك. سعيد ما يتحكمش بقوه زياده عن الحد، مش عايزين الحماس ياخدنا بزياده. 3 الاهلي 2 الزمالك على ارض الملعب. هيكل على الارسال في هذه اللحظات اوبوزيت نادي الزمالك، هيلعب سبايك سيرف. الكره الاولى استقبال سعيد يا ولد، اوت اوف سيستم، مومو يحط الكره سيزيتو يحاول يسقطها بره، هيجيبها تعدي سهله يضرب بره جابها سعيد. صلاح بليس تغطيه من رضا، كره جاي من واحد يضرب في حائط الصد وتيجي تعدي سهله من فتحي، شانس بول للنادي الاهلي. سعيد في السيستم، صلاح سريع، هنا البرج الوحش والاهلي باذن الله اللي وجهه ما ينجحش. العملاق عبو 3.60 مع السبايك زي مطار وضرب وخلص المطرقه اللي في وقتها اللي توجع ملعب الزمالك من جديد علشان ياخد الكسر على ارض الملعب النادي الاهلي. 4-2 افضليه اهلاويه مع دوران هو على الارسال في هذه اللحظات. عبو عبد الحليم 32 عام قلنا، 3.45 مع البلوك، 3.60 مع السبايك. كوره ديفنس سعيد نقطه مهمه يجيبها ديفنس رضا، اوت اوف سيستم هيحاول يضربها ضياء للبلوك دي يجيبها بره، استخدم حائط الصد لصالحه في هذه المره كان احمد ضياء. 4 الاهلي مع الكسر، 3 نادي الزمالك، لان سايد اوت او الكره او الهجمه هتيجي او الكره هتروح من ملعب الزمالك للنادي الاهلي، ومن ثم الاهلي هو اللي هيبني الهجمه مع استقبال كره اولى واعداد بالثانيه وتخليص باذن الله بالثالثه، ده اسمه سايد اوت الاهلاوي. ضياء هيوجه فلوتر، استقبال محمد معوض، اعداد والضرب سيزيتو تاخد الكره ترجع تاني لملعب النادي الاهلي، شانس بول اوت اوف سيستم، بس صلاح قريبه قوي من الشبكه يحاول يسقطها تتلم من فتحي، كره اوت اوف سيستم، هيكل جاي من واحد يضرب بره، ما فيهاش لمس، الكره اهلاويه والنقطه اهلاويه لانه الاهلي صاحب الكره والقاره كمان، بيطالب باللمس هيكل وبيتكلم بشكل غير لائق مع محمد منير حكم اللقاء الثاني، لكن هديت الامور وضياء خده قال له لا اهدى علشان تحافظ على تركيزك. 2 من اللاعبين الدوليين اللي موجودين في منتخباتنا الوطنيه من لاعبي نادي الزمالك، كابتن محمد اللقاني طبعا هو اصبح مدير فني لمنتخبنا الوطني الاول بالمناسبه، معار او مستعار من جهاز فني نادي الزمالك مع المنتخب الاول في الفتره اللي جايه والالتزامات الدوليه مع فتره التوقف، لانه الموسم لسه هيرجع يعني على شهر اكتوبر اللي جاي باذن الله، دي اخر مباراه في السيزون وباذن الله الختام مسك للنادي الاهلي. صلاح يضرب المطرقه، دبشه يستقبل، اعداد فتحي، دبشه مره ثانيه لكن حاطط صد، النقطه زملكاويه قال لك فيها لمس.
لمس شبكة من بلوك النادي الأهلي، النقطة رقم 4 لنادي الزمالك، وما زالت الأفضلية أهلوية على أرض الملعب 5-4 بفرق النقطة الواحدة، والكسر كمان حاضر على أرض الملعب. محمد عبد المحسن سليمان على الإرسال في هذه اللحظات، هيوقف لوتر، سعيد، سيزيتو ومومو معوض على سعيد يستقبل أي فلوتر هتلاقوه على سعيد. حصد تجاب سعيد، حلوة عبد الله يرفع سيزيتو يخلص، لمست في ضياء. إذا النقطة أهلوية والكرة أهلوية والأفضلية أهلوية على أرض الملعب 6-4 مع الكسر. وبدأ لاعبي نادي الزمالك يتنرفزوا. خرجت محمد عبد المحسن سليمان وهو بيزعق ومتضايق مع رضا هيكل، ورضا هيكل بيبص للبنش بتاعه واعضاء الجهاز الفني بتوعه بيقول لهم هو بيعمل كده ليه، ده يدل على انهم فقدوا التركيز ولازم نبني على الكسر اللي احنا عاملينه دلوقتي. سيزيتو يوجه سيبال دبشه، اعداد فتحي كره تضرب ديفنس ولا اجمل، رمضان دخل في اجواء المباراه، رمضان جه في وقته صحيح عدى من شهرين لكن في وقته، رمضان بتاع الاهلي يعمل الديفنس والضرب في حائط الصد، كره تاخد العصا الهوائيه وتبقى اهلاويه ومن اللي هي على ارض الملعب 7-4 فرق 3 نقاط الأفضلية على أرض الملعب أهلوية، ونتمناها بإذن الله حتى آخر المباراة مش بس الشوط ده، لسه في شوط خامس فاصل وحاسم هنخلصه بإذن الله باللقب وكاس والذهب. سيزيتو رايموند سيبال دبشة، إعداد فتحي دبشة مرة تانية متوجه الإرسال عليه ديفينس، هنا النقطة للزمالك. رمضان شاط الكرة ايه، لمست في سقف الصالة حاجة كده ما بتكررش كتير، حماس روح أدى فاء راء رمضان مهم، هو ومومو محمد معوض اتنين من العناصر المؤثرة اللي موجودة على أرض الملعب، حلوة يضربها شانس بول مرة تانية تترفع لسعيد حذاري لكن يجيبها ويضرب من السكند بول إنقاذ كانت في ظهر أحمد سعيد في مرتين، تعدي 7-6 الأفضلية أهلوية على أرض الملعب. في معظم الكرات اللي فيها ترانزيشن انتقالي أو فيها تحدي ورالي أو تحول فيما بين الدفاع والهجوم كسبها في الشوط الأول والتاني نادي الزمالك. كلام ما بين رضا هيكل وأحمد صلاح ملوش لازمة يعني، هو الكلام ملوش لازمة من رضا هيكل وبيحاول يستفز أحمد صلاح بأي شكل كان الحقيقة. ورضا هيكل واخد انذار لما زعق في وجه حكم اللقاء الثاني محمد منير، اشهر في وجهه الانذار وائل قنديل، المره دي احمد صلاح طبعا وهياخد الانذار احمد صلاح، لكن الصراحه اللي استفز احمد صلاح النرفزه اللي عاملها والكلام الكبير والكتير اللي بيقوله ملوش لازمه على ارض الملعب. رضا هيكل تعدي، المهم نحافظ على تركيزنا وما نروحش للجو ده، للجو اللي يفقدنا للتركيز على ارض الملعب، كلام ملوش اي لازمه بالمره من لاعبي نادي الزمالك والجهاز الفني اللي بدا ينزل الى ارض الملعب، ودرونكا الليبرو الثاني في تشكيله نادي الزمالك. لا احمد صلاح قال لهم بالنص، مش عايز حد يتكلم معايا خالص. لا ملوش لازمه اللي بيحصل على ارض الملعب ملوش لازمه، يعني الكابتن محمد صلاح شقيق الكابتن احمد صلاح، وانه زعلان انه الكلام غير لائق للعالمي اللي موجود على ارض الملعب احمد صلاح، لكن خلاص الامور هديت على ارض الملعب ولازم نلتزم يا جماعه، لازم نلتزم الامور باذن الله، لانه كل ده مش في مصلحه النادي الاهلي وكل ده مش في مصلحه تفوق النادي الاهلي في احداث الشوط الرابع من المباراه اللي هو شوط العوده في النتيجه الحقيقيه، ونعدل ونقفل على ارض الملعب. رضا هيكل عمل حاله بلا داعي، مفروض لاعب دولي وكبير نجم موجود في نادي الزمالك، مش المفروض ان هو يجر ويعمل شكل مع احد نجوم النادي الاهلي اللي هم اصلا ليهم مريدين موجودين في المدرجات، ما يقبلوش ان احمد صلاح يتكلم مع اي لاعب من نادي الزمالك او من غير نادي الزمالك بهذا الشكل، وحتى مصطفى دبشه هم بيحاولوا يجروا لاعبي النادي الاهلي للحاله اللي هم عليها علشان يفقدوهم للتركيز ويودوهم للاخطاء ومن ثم يكسبوا الجيم ويخلصوا الماتش. على لاعبي النادي الاهلي الالتزام، وكل المريدين يكونوا في دعم للنادي الاهلي من اجل انه يخلص هذا الشوط بافضليه باذن الله ويحافظ على التركيز. مهم جدا انه صلاح يبقى عالي على ارض الملعب، ما يتشدش
لمثل هذه المواقف. عبد الله عبد السلام وتهدئه لاحمد صلاح ومصطفى دبش. انا ما اعرفش هو بيتخانق مع مين وليه، يعني هو راجل الصراحه. مصطفى ابراهيم دبشه لاعب نادي الزمالك، لاعب اربعه في تشكيله زملكاويه، راجل يعني هو لو ما لقاش حد يتخانق معاه بيتخانق مع نفسه، بيتخانق على لعيبته، مع لعيبه نادي الزمالك. يعني هو عايز يعمل حاله علشان يفقد لاعبي نادي الاهلي تركيزهم على ارض الملعب بلا اي داعي، بلا اي داعي. يحاولوا يحافظوا على تركيزهم لاعبي النادي الاهلي في هذه اللحظات، ما يتجروش او ما ينسقوش لمثل هذه المواقف. الافضليه اهلاويه بفرق النقطه الواحده، والسايد اوت اهلاوي باذن الله ناخد النقطه رقم 8 ونروح للفيرست تكنيكال تايم اوت ونريح شويه. سعيد وسعودي سعيد وسعودي وصلاح على ارض الملعب، وعبد الله عبد السلام وسيزيتو ومومو معوض. تشكيله النادي الاهلي اللي موجوده على ارض الملعب في هذه اللحظات. ما ينفعش يعني هو بس لعيبه نادي الزمالك انه كمان هو يبقى فيه الفاظ او كلام، ما ينفعش يتقال نجوم كبار حل لعيبه نادي الاهلي، دول العالم كله بيحترمهم. واحد زي احمد صلاح ده ما ينفعش ان هو يتقال في وجهه اي كلمه خارجه. من الاخر يعني الراجل مكرم من اقل من شهرين من افضل 100 لاعب ولاعيبه في الكره الطائره العالميه مروا في التاريخ، في التاريخ، فما بالك يعني حاجه يتعمل لها تمثال. وما زال مصطفى دبشه يعني هديت الامور، انتقلت هنا لاحد عناصر الجهاز الفني والحكم وليد الخشن قال له تطلع بره خالص، احد عناصر الجهاز الفني. وكارت احمر، كارت احمر مباشر في وجه رضا هيكل. اذا نقطه مباشره للنادي الاهلي، اذا الكسر حاضر بلا معاناه، اذا الوصول للفيرست تكنيكال تايم اوت، الوقت المستقطع الفني الاجباري الاول في احداث الشوط الرابع، والافضليه اهلاويه لانه كارت احمر مباشر مش انذار، فكارت احمر، كارت احمر مباشر. ومن ثم كان هناك نقطه مباشره للنادي الاهلي لرضا هيكل او لنادي الزمالك بشكل عام بسبب هذا الخطا الفادح، او بالاحرى الكلام الكبير، مش كبير، الكلام الوحش اللي اتقال واللي ما ينفعش، لكن لعبتنا كبيره وتعرف تلم الامور، خدنا نقطه سهله وباذن الله نبني على هذا الكسر وناخد هذا الشوط والرد في الملعب. احنا لعبتنا ما بتتكلمش، ما بنروحش، ما بننسقش مثل هذه الكلمات ولا الالفاظ ولا كل هذا. احنا ردنا في الملعب، شوط رابع وشوط خامس باللقب وكاس والذهب، هو ده الرد السليم من المحترفين الحقيقيين العالميين الدوليين اللي موجودين في تشكيلة النادي الأهلي، كبير الكرة الطائرة المصرية وكبير الكرة الطائرة الإفريقية والعربية ومن كبراء الكرة الطائرة العالمية، بل كبيرها بالأرقام والإنجازات وبالتأكيد الجماهيرية، جماهيرية النادي الأهلي في كل العالم. 8-6 بالكسر، الأفضلية أهلوية على أرض الملعب بعد نهاية الفيرست تكنيكال تايم أوت. الارسال يتحول من نادي الزمالك للنادي الاهلي في هذه اللحظات، سعودي عبد الرحمن على الارسال. يا راجل يا راجل، طيب ماشي. وائل قنديل، وائل قنديل علشان يهدي الاجواء بعد ما حسب النقطه او اللي ادى الكارت الاحمر المباشر لنادي الزمالك وفي وجه رضا هيكل، واحتسبت نقطة 8 للنادي الأهلي بعد الوقت المستقطع الفني، إدى كارت أحمر في وجه أحمد صلاح اللي هو أصلاً ما اتكلمش وجاله الكلام أو يعني شدوا له النرفزة. عموماً الأهلي يتكلف نقطة والإرسال يلف ويروح مرة تانية بنقطتين هنا وهناك بكروت حمراء، والأفضلية ما زالت أهلاوية 8-7 على أرض الملعب. ودبشة هيكون على الإرسال في هذه اللحظات. والله دبشة لوحده كان عايز كارت أحمر. صح، والله لسه بقول، والله لسه بقول، وراح الارسال دلوقتي مره تانية للنادي الاهلي بنقطه تانية، والكسر رجع من جديد، لان لسه بقول هو معاه الارسال وبقول والله هو محتاج لوحده كده كارت احمر في وشه، لانه مش صح اللي عمله، مش صح اللي عمله، وده يزعلنا منه لانه لاعب كبير وتقيل سواء في نادي الزمالك او في اي نادي في مصر. نحترمهم كلهم لاننا بنحبهم، بالتاكيد هم اللي بيعملوا النكهه المختلفه للمنافسه، ودائما اللقب بالسياده والبول بوزيشن او الرانك نمبر 1 او المركز الاول او الافضليه لنادي الاهلي. كمان كارت لمين؟ مين في الجهاز الفني؟
ما هو اللي اتنرفز من المدرجات او ده بقى اللي في استغراب يعني. وائل قنديل للاستغراب. ده الميدو محمد مصالح لانه لازم يكون في ما بين اعضاء الجهاز الفني او اللاعبين للنادي الاهلي. ميدو بيقول انا بتكلم بكل ادب واحترام بالنص، والراجل الصراحه ما خرجش عن النص. ياخد كارت احمر ليه؟ ادي غريبه، ادي نقطه كمان. اذا 9-8 الافضليه اهلاويه على ارض الملعب. وائل قنديل حكم اللقاء الرئيس من حكام الصفوه، ما قلناش حاجه، لكن رضا هيكل قال كلام وحصل كلام، ودبشه قال كلام وحصل كلام، ادي كمان كارت احمر. اذا نقطه للنادي الاهلي رقم 10 على ارض الملعب. اذا نقطتين مع كارتين حمر للنادي الاهلي، واحنا هنقضيها كروت حمراء ونقاط، بس تمشي على كده يعني. ادي كروت حمراء يا كابتن وائل، بس مشي نفس الفرق علشان نخلص من هذا الشوط ونكسب هذا الشوط. ولو ان الاهلي ما بيكسبش غير بدراعه بايده وبس، مش محتاجين هدايا من حد ولا مساعده من حد. 10-8 الافضليه اهلاويه، ولاعبي النادي الاهلي والتشجيع الحماس والروح، الكاس بالقلب وبروح مش هيروح. هم جابوا الشوطين، قلبهم جابهم ان يجيبوا شوطين امام النادي الاهلي، لكن بقلب النادي الاهلي وبروح النادي الاهلي وبقميص النادي الاهلي المهيب، الكاس باذن الله هيبقى في الجزيره للعام الرابع على التوالي زي الدرع. 10 الاهلي 8 نادي الزمالك. ثلاث كروت حمر، رضا هيكل في مرتين وفي وجه دبشه في مره، وعندنا احمد صلاح وميدو اللي غريبه وبصراحه يعني كابتن وائل قنديل على راسنا من فوق كحكم دولي وتقيل وكبير، لكن ميدو يمكن عشان نزل الارض الملعب. طب ما الكابتن اللي قاني نزل الارض الملعب، طب ما الجهاز الفني بتاع الزمالك كله نزل الارض الملعب. وميدو مش من الناس اللي بتتكلم كتير، هو كان بيشد لعيبته علشان يهديهم، علشان ما ينسقوش للكلام بتاع لاعبي نادي الزمالك اللي خدهم او خد لاعبي النادي الاهلي اللي نرفزه على ارض الملعب. تمشي الامور، تعدي تعدي، المهم نحافظ على التركيز ونقلل من الاخطاء. وليد الخشن نزل الى ارض الملعب، وامامنا هنا كان محمد منير والحكم الاول في هذه المباراه وائل السيد قنديل. والكروت خلصت، المهم تستأنف المباراه على ارض الملعب، والحكم العام بيحاول ان هو يهدي الاجواء، لانه الكابتن محمد اللقاني متنرفز، هو عارف كويس قوي انه عوده النادي الاهلي في هذا الشوط بمثابه الكاس باذن الله باذن الله. اذا العوده لاستئناف المباراه من جديد، والارسال اهلاوي مع الكسره 10-8 الافضليه اهلاويه. المباراه اللي متابعها مباشره وحصريا على شاشه قناه النادي الاهلي. كرة ضرب حائط صد تتجاب ديفنس يرفعها اوت اوف سيستم، دي في المتناول دي للديفنس. لا 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 عادي تعدي. صلاح حط ايده في الكرة وهي بتاعت عبد الله. نقطة 9 في صالح نادي الزمالك. تعدي رضا هيكل على الارسال، رضا هيكل على الارسال، هيلعب سبايك سيرن يجيبها رايمون سيزيتو، ما يجيبهاش، قوة الإرسال ما تحكمش. رايمون سيزيتو يعتذر بالتأكيد، ولازم يلم نفسه بشكل سريع ذهنيا ما يتأثرش بهذا الاستقبال السلبي. نقطتين متتاليتين 10-10 تعديل تقفيل للشوط الرابع على أرض الملعب. لازم استقبال الكرة الأولى وكلمنا عنه، هم عايزين ياخدونا لحتة القلق، ياخدوا لاعبي نادي القلق حتة القلق. للنرفزة للدرباكة مومو، استقبال مميز، عبد الله إعداد من المنطقة الدفاعية حاول يسقطها في القلب لكن أريها دبشة. فتحي ضرب حائط صد تتجاب من رضا، فتحي مرة تانية أوه بلوك، النقطة أهلاوية، النقطة أهلاوية في حمل للكرة وخطأ فني في التعامل من لاعبي نادي الزمالك. إذا 11 الأهلي 10 الزمالك، والأفضلية بإذن الله تبقى حتى نهاية الشوط أهلاوية على أرض الملعب. عنده سكاوتنج عالي، بيعرف يوجه باتقان. حليم عبد الحليم عبو فلوتر، استقبال دبشه اعداد من السريع جوه جوه، قال لك جوه، ارتدت داخل الملعب وعبد الله بياكدها. بقولنا من حكام اللي عينيهم حلوه على الخطوط، رامي شاهين 11-11 ما زال تعديل تقفيل للشوط على ارض الملعب.
واثنين واحد من اشواط الافضليه لنادي الزمالك. محمد معوض السبال حلو قوي، عبد الله ولا اجمل سيديتو لا جابها النقطه لصالح نادي الزمالك، لانه في حمل للكوره ما بعد الكوره اللي ضربها ونزلت من حائط الصد حاول ينقذها، فكان في حمل للكوره وخطا فني. اول تفوق في احداث الشوط الرابع من المباراه لصالح نادي الزمالك دلوقتي، ولكن بفرق النقطه الواحده 12 الزمالك 11 النادي الاهلي. حاله عملها دبشه وهيكل خلت النتيجه كده. حلوه 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 حائط صد مشروخ رايمون سيزيتو الكندي يظهر ويبان عليه الامان، ما جابش نص مستواه اللي كان موجود في مباراه القمه في صاله المقاولون العرب في نهائي الدوري لو تفتكروا المباراه اللي تابعناها وعلقنا عليها واحتفلنا مع بعض حتى في ختام المباراه بالدرع والذهب باللقب الرابع تواليا مع ميدو وللنادي الاهلي. بالمناسبه انه خمس سنين الزمالك بعيد عن لقب الكاس. اوه اسم موجود الوحش الوحش المطرقه، صحيح خدت الشبكه لكن قلنا عبد الله عبد السلام زي احمد صلاح دول بيكلموا الكره والكره بتكلمهم، دول بيكلموها حقيقي، دول تقال والشبكه كمان تكلمهم وتحبهم. ايس موجود حتى وان كانت الكره مع الشبكه والنقطه في صالح النادي الاهلي، اذا 13 الاهلي 12 الزمالك. كره ضغطها مش عالي مش منفوخه كويس يعني، ومن ثم طلعت بره وجت كره ثانيه على ارض الملعب علشان يحط مطرقه. دلوقتي احمد صلاح العين على الارسالات الفعاله، دبشه ورضا وضياء يسقط كوره جت دبشه يستقبل بصعوبه كوره في المتناول يجيبها رمضان حلو عبد الله يخلص زيتو يضرب في حائط الصد والى خارج الملعب. النقطه اهلاويه والكوره اهلاويه وعايزينها من اللي هي النهارده، لانه لازم الكوره الطايره الاهلاويه تبقى من اللي هي ما تجيش غير كده. كمان مره تايم اوت في هذه اللحظات، تايم اوت مطلوب من الاني كابتن محمد الاني المدير الفني لنادي الزمالك حر في هذه اللحظات، واحمد صلاح ساب التايم اوت او ساب التعليمات وراح يدي كوره لوائل انديل بيقول له الكوره اللي بيجيبوها لي كل مره هي الكوره اللي مش مضغوطه بالشكل العالي او مش منفوخه قوي، ومن ثم عايز يعرف يتحكم بقى وحقه ومن حقه ان هو يطالب بكوره ضغطها مظبوط. عموما تايم اوت بما قل ودل على ارض الملعب في هذه اللحظات 14 الاهلي 12 نادي الزمالك، الكسر حاضر والارسال ما زال بين ايدي لاعبي النادي الاهلي وتحديدا مع احمد صلاح عبد الحي. وفي اللغه العربيه بنقولها يد، لانها في اللغه العربيه لما نقول يد مش ايدي بتدل على القوه، فيد الاهلي يد تضرب بجد النهارده، عايزينهم يطيروا ويسهلوا حاجات كتير. صلاح كمان مرة على الإرسال في هذه اللحظات. سباك سيرف برا ما تحكمش في هذه المرة. إبراهيم ثابت قال لك ما لمستش. 14 13 لكن الكسر حاضر لأن سايد أوت أهلاوي. هيلعب فلوتر هيوجه على سعيد دلوقتي. محمد عبد المحسن سليمان. السبال بره قدرها صح ما لمستش ما لمستش، وقلنا ما تراجعش ورا هيثم المراكبي ولا رامي شاهين اللي ماسك الخط اللي بالعرض وقال لك بره، وجمهور الاهلي يتفاعل واعضاء الجهاز الفني طلعوا في المدرجات يشجعوا. لازم نروح وقلنا بقلب وروح الكاس في الجزيره ومش هيروح. دبشه سبال فتح اعداد من الاوبزيت يضرب في حائط الصد والى خارج الملعب، يطير من واحد ويتعامل مع حائط الصد بايجابيه في هذه المره رضا هيكل. اذا 15 الاهلي 14 نادي الزمالك في شوط البقاء في المنافسه على اللقب والكاس والذهب. حامل اللقب في السنوات الثلاثه الاخيره وفي الثلاث سنين الاخيره الاهلي بيجيب اللقب على حساب نادي طلع على الجيش، جلت من الجيش المره دي، خد المركز الثالث بالمناسبه وتفوق قبل هذه المباراه بلوك، لكن ديفنس رائع من صلاح. كره سعيد يضرب على الصد بره 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 قدرها صح سيزيتو وحماها ميدو، والنقطه اهلاويه والوصول للسكند تكنيكال تايم اوت، الوقت المستقطع الفني الاجباري الثاني في احداث الشوط الرابع من المباراه، افضليه اهلاويه والكسر حاضر على ارض الملعب. تعليمات ميدو
التحويلة في المباراة، الروح اللي بيبثها في اللاعبين لأنه قريب من اللاعبين. ينتظر ما بعد هذا الكاس والمشوار اللي جاي مع نادي الأهلي في حال التجديد، وإنه يبقى ويكمل. وقلنا لاعب واحد فقط هو اللي مش هنقدر نتكلم عن أي صفقة للنادي الأهلي جاية أو خارجة من النادي الأهلي، ما نقدرش ولا معارين مين جاي ولا مين خارج، لسه ما نعرفش. الحاجة الوحيدة اللي متأكدين منها إنه لاعب كرازمير جورج إيف البلغاري دي آخر مبارياته خلاص، هو قرر إنه مع نهاية عقده هيسيب النادي الأهلي. لكن كرازمير ده كرازمير جورج إيف البلغاري لاعب السنتر، لاعب ثلاثة، صاحب القميص رقم 6، لكن اللي موجود على أرض الملعب دلوقتي صاحب القميص رقم 13 رايمون سيزيتو الكندي، نهاية عقده بنهاية هذا الموسم أو بنهاية هذه المباراة تحديدا، لكن في كلام إنه قد يبقى وقد لا يبقى. النادي الأهلي دايما عينيه خبيرة وبتعرف تجيب المحترف الحقيقي اللي يفيد النادي الأهلي. سعودي ارسال ما يتحكمش، خطأ مش في وقته، لكن عادي تعدي نحافظ على التركيز. ما بعد السكند تكنيكال تايم اوت، ما بعد الوقت المستقطع الفني الاجباري الثاني، الاهم الحفاظ على التركيز وتقليل الاخطاء، وتحديدا اخطاء استقبال الكره الاولى اللي عانى منها النادي الاهلي، وده هدايا للنادي الزمالك في الشوط الاول والثاني تحديدا. دبشه استقبال رايموند حلوه، عبد الله شوف المرونه شوف الجمال، لكن سعيد قال لك حكم المباراه الكره قطريه، ضرب من 4 في 4 ما لمسش الخط، والنقطه في صالح نادي الزمالك. ما زال دبشه مصطفى ابراهيم على الارسال في هذه اللحظات، برضو من اللاعبين الدوليين اللي زعلنا انه يخرج منه اللي حصل النهارده في الشوط الرابع، لكن عادي خلاص عدت. اسقاط محاوله تحدي الشبكه يا ولد، معلم عبد الله التقيل والكبير بيعرف يتعامل مع مثل هذه الكرات صعبه مزنوقه، استقبال ضعيف للكره الاولى، لكن هو عنده الحل في تحدي الشبكه. عبد الله ارسال تقيل قوي، رضا استقبال فتحي اعداد، ضياء يضرب حصاد يقلل من كره الكوره في السيستم، حلوه يا ولد دبشه ديفنس رائع، كوره اوت اوف سيستم دي في المتناول في المتناول في المتناول. سعيد كان لازم يطلع في حائط الصد، سعيد كان لازم يطلع في حائط الصد. سبعتاشر تعديل تقفيل للشوط على ارض الملعب. محمد مجدي احمد على الارسال في هذه اللحظات، فلوتر استقبال سيزيتو، كوره معوض اوت اوف سيستم، لكن صلاح يعرف يخلص فيها، لمس فيها، لمس فيها، تاتش بلوك، النقطه اهلاويه والكوره اهلاويه، قرار من وائل انديل ومعاه محمد منير. 18 الاهلي 17 الزمالك على ارض الملعب. سعيد هو اللي هيكون على الارسال، وعبد الله كل ده معاه ماشي وراه بيديله التعليمات كيفيه التوجيه مع السبايك سيرف اللي هيجي دلوقتي من سعيد من ملعب النادي الاهلي. وكل اللاعبين طلع على الجيش خلف المدرج اللي هيلعب من جهته سعيد الارسال، مستنين التتويج. حدث السكندري كان رابع وطلع على الجيش كان ثالث بقياده فنيه اهلاويه للكابتن ابراهيم فخر الدين، احد القصص الاهلاويه في عالم الكره الطائره المصريه تدريبيا بالتاكيد، موجود مع طلع الجيش وجاب الميداليه البرونزيه في 5 اشواط. ضربه في حائط الصد والى خارج الملعب، يستخدم حائط الصد لصالحه من 4، هنا كان امامنا نادي الزمالك، والنقطه 18 في صالح نادي الزمالك، يعدل ويقفل الشوط من جديد على ارض الملعب. تايم اوت في وقته من ميدو. رضا هيكل على الارسال، الزمالك في هذه اللحظات هيلعب سبايك سيرف، هو مميز بارسالاته للسبايك الحقيقه. بره 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 بره. اذا ما يتحكمش، ما ظبطش زوايا، والنقطه 19 في صالح النادي الاهلي. يخرج رضا هيكل وينزل في هذه اللحظات اللقاني بخيار اللقاني، ينزل اللقاني بخيار الكابتن محمد اللقاني، ينزل
نجل الكابتن محمد اللقاني اشرف اللقاني كبصير في التشكيله لنادي الزمالك بدلا من ضياء. كمان تغيير هنا على ارض الملعب بالنسبه للنادي الاهلي، وصول لكرازمير جورجييف وايضا محمود رؤوف عبد القادر اللي بيغير مع ارسالاته في نزوله وتوجيهاته على ارض الملعب. دبشه يساب الاعداد، كره الحائط الصد تتلم من دبشه، اعداد اللقاني فرصه الحائط الصد، كره تتجاب هتعدي سهله، شانس بول للنادي الاهلي، فرصه الكسر سيزيتو، اوه يا ولد المطرقه اللي في وقتها اللي توجع دفاع وملعب نادي الزمالك الوحش الاهلاوي احمد صلاح عبد الحي، القصه العالميه في عالم الكره الطائره الاهلاويه والمصريه، يخلص الضرب القطري الفعال الفعال. اذا 20 الاهلي 18 الزمالك، الكسر حاضر وتايم اوت حر يطلبه في هذه اللحظات، اخير تاني محق للكابتن محمد اللقاني في احداث الشوط الرابع، وقربت باذن الله قربت باذن الله. تايم اوت، تعليمات الكابتن محمد اللقاني احد عناصر الخبره بالتاكيد، الاسماء الزملكاويه الكبيره في عالم التدريب، جزيره في مصر طبعا كتدريب، وبنياس في الامارات وبطل الدوري، وفي الخور في قطر، واسماء انديه كبيره ومنتخبات في مصر بالتاكيد، مدرب تقيل، ولذلك استعين بيك على راس القياده الفنيه للمنتخب الوطني الاول في الفتره القادمه. ضرب فعاليه ونقطه 19 لنادي الزمالك. حلميدو عندنا محمد مصلحي طبعا ابن النادي الاهلي احد الضريبه التقال واللي بيقود نادي الاهلي بشكل فعال خلال الاربع سنوات الماضيه، النهارده باذن الله يكون لقبه رقم 12 مع النادي الاهلي في كل البطولات، دوري وكاس محليه يعني والبطولات الافريقيه والعربيه. عبد الله في السيستم دي يجيب بلوك، لكن رائع صلاح، عبد الله يضربها كوره بره، كوره بره ما لمستش البيز لاين، ضربه احمد صلاح من الاوبوزيت هنا او من اثنين في محاوله الاعداد من عبد الله، وكانت اوت اوف سيستم، اه مرفوعه من البصير لكن اوت اوف سيستم لانها من التلتين. عفيفي استقبال معوض، صعبه صعبه جابها، النقطه زملكاويه لانه مر بايده لملعب الغريم، مر بايده لملعب نادي الزمالك، خطا في التعامل من عبد الله، لكن استقبال الكره الاولى هو اللي ما كانش مميز من البدايه. 21 الزمالك 20 النادي الاهلي على ارض الملعب. عفيفي بره بره ما لمستش البيز لاين، اذا 21 21 صلاح الارسالات والعين على المطرقه، صاروخ ما يتحكمش في هذه المره، اذا 22 21 تعدي، نحافظ على التركيز في هذا التوقيت، لاعبي النادي الاهلي محتاجين يحافظوا على التركيز ويقللوا من الاخطاء. مع استقبال كره اولى لازم يكون مميز الفلوترز، وسعيد لازم يرفع من معدل التركيز في استقبال الفلوتر تحديدا. يوجه سيزيتو استقبال يرفعها بجر، سيزيتو يضرب ويستخدم حائط الصد لصالحه رغم انه طالعين بثلاثه بلوك لان الكره مزنوقه، او بالاحرى لاعبي نادي الزمالك عارفين انه طالما استقبلت بهذا الشكل السلبي الرفعه هتكون ما عندوش حلول، ما عندوش ان هو الرفاهيه، ودي برضه اوت اوف سيستم رغم ان مرفوعه من التلت وبجر ومن البصير، لكن اوت اوف سيستم لانه ما عندوش حلول انه يدي للسريع او لاثنين وهكذا، ومن ثم قدر ان هو يستخدم بمهارته الفرديه. حاطط صد كره بره، الكره فيها لمس، فيها لمس، قال لك فيها لمس رامي شاهين، قال لك فيها لمس للبلوك، وكل لاعبي نادي الاهلي قال لك ولا حد لمسها، والراجل كرازمير جورجييف قال لك ما لمستهاش، حلف كل الحلفانات بلغته. هنشوف قرار سيادي من وائل قنديل على كلام
رامي شاهين النقطة 23 لصالح نادي الزمالك في هذه اللحظات. ينزل فتح من جديد مع تغيير الجوز الخيل دريبه بصير في هذه اللحظات. تايم اوت حر لميدو محمد مصلحي في هذه اللحظات. كل مدير فني دلوقتي بيلعب على تفاصيل صغيرة ومختلفة تقدر تجيب الجيم او توديه، والعين على قدرات ومهارات والعنصر السيكولوجي او الذهني للاعبي كل فريق على ارض الملعب، والتنفيذ المتقن والروح والقلب اللي موجودة على ارض الملعب. ثلاثة وعشرين الزمالك 22 النادي الاهلي. بصير الزمالك فتحي يواجه فلوتر سيزيتو السبال بجر اعداد صوابع عبد الله يضرب كوره اهلاويه هصد الايد مش من بره لجوه مش بفعاليه مع البلوك من رضا هيكل والنقطه في صالح نادي الاهلي. سعيد يضرب يعدل ويقفل 23 23. خروج من جديد لرؤوف عبد القادر محمود رؤوف عبد القادر و كرازمير جورجيف البلغاري عوده لعبو عبد الحليم عبو، وايضا الى ارض الملعب مع الارسال هيكون دلوقتي عبد الرحمن سعودي. هيلعب فلوتر هيوجه السبال عفيفي فتحي اعداد فرصه لحائط الصد يجيبها ديفنس عبد الله تتلم سيزيتو سعيد يضرب في حائط الصد والى داخل او خارج الملعب النقطه اهلاويه. يا ولد الارتقاء العالي، ما هو لما كان في الدخان وجه للنادي الاهلي هو كان حاله من هو صغير كده، لما تتكلم عن مين اكتشفه وازاي طلع الراجل ده كان حاله، واستحاله انه اي حد يجي بعين خبيره للنادي الاهلي يتكرر كتير. قصير القامه لكن كبير القيمه احمد سعيد شفيق اعلى من حائط الصد مع الارتقاء، الكره مرفوعه بره الشبكه بمتر واكتر مع انها اوت اوف سيستم، ومن رايموند او رايمون سيزيتو هو اللي رفعها من التلتين لكن قدر ان هو يخلص مع استغلال حائط الصد لانه اعلى منه. سعيد عبو دولا نزل الى ارض الملعب صلاح وسيزيتو على الارسال مازال سعودي في هذه اللحظات. اعتقد انه محمد منير الحكم الثاني اكد انه خلاص التغييرات السته خلصوا لنادي الاهلي. 24 الاهلي 20 الزمالك نقطه الشوط بين ايدي لاعبي نادي الاهلي. عفيف السبال فرصه بلوك بلوك استغل البلوك لصالحه في هذه المره، الضرب كان من محمد مجدي. اذا تعديل تقفيل الشوط على ارض الملعب 24 24. هيرجع ضياء وخروج في هذه اللحظات لاحمد يوسف عفيفي كابتن وقائد نادي الزمالك من اللاعبين الدوليين المحترمين فنيا بالتاكيد وفي تشكيله نادي الزمالك. قلنا 21 لقب كاس مصر في صالح او حققه النادي الاهلي مقابل 5 القاب نادي الزمالك في تاريخ هذه البطوله. دبشه على الارسال. طيب وصلنا 24 24، ال 25 مش هي هتبقى نقطه الحسم لانه لازم يكون في كسر فرق النقطتين. سعيد واو سوبر سبايك يا ولد من العالي من اربعه يخلص وما يرحمش ويوجع الملعب الزملكاوي. من جديد هنا امامنا ظهور بالضرب القطري من اربعه في خمسه باتقان وتقنيه عاليه، التوجيه بفعاليه بايجابيه. 25 24 على الارسال. هيلعب سبايك سيرف هيهاجم عبد الله نقطه الشوط تجاب لسه فرصه 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 يلمها يا لمست فيها لمستين فيها لمستين فيها لمستين. سعيد حتى بيتكلم والانديل قال لك فيها لمستين، هو ما لمسهاش لمستين لان هو الكره خبطت فيه وخبطت البلوك ما بتحتسبش لمسه من الثلاثه، ومن ثم عادي ان هو يلمها مره ثانيه. والكلام دلوقتي فيما بين وائل قنديل ومحمد منير اللي كان قريب من الكره واللي هيروح يتكلم مع حكم اللقاء رئيس وائل قنديل، لانه سعيد ما لمسهاش لمستين. الحق يقال لو كان فيها لمستين كنا قلنا بشكل مباشر وصريح. هنشوف القرار، اعتقد ان يبقى فيها اعاده للنقطه، لازم يبقى فيها اعاده للنقطه، الصح يبقى فيها اعاده للنقطه. بالمناسبه في اكتر من كوره كان فيها اعاده للنقطه. هنشوف القرار من وائل قنديل، كله بيبص له الكل بيبص له من هنا وهناك. اعاده للنقطه صح، كلام سليم على النقطة، كلام سليم. إذا يعاد الإرسال وهيكون مع عبد الله عبد السلام في هذه اللحظات. خد من عبد الله وبإذن الله نتكل على الله وناخد الشوط
مع الإرسال المميز في هذا التوقيت. عبد الله عبد السلام على الإرسال، أحد أهم الموجودين لفني توجيه الإرسالات الفعالة في العالم. نتكلم عن لاعبي النادي الأهلي، نتكلم عن كاتيجوري عالمي. تقيل صاروخ يضرب دبشة استقبال، أوت أوف سيستم، فرصة للبلوك تطير بره بره، النقطة أهلاوية والكرة أهلاوية والشوط أهلاوي 26-24. إذا يعود بريمونتادا كبيرة وتقيلة النادي الأهلي هنا أمامنا على أرض الملعب. شوط أول زملكاوي، شوط ثاني زملكاوي، شوط ثالث ورابع أهلاوي، وبإذن الله الخامس باللقب والكاس في الجزيرة، ولسه المباراة على أرض الملعب. إذن العودة من جديد مرة أخرى مشاهدينا متابعينا عبر شاشة الأهلي في كل مكان، وأحداث الشوط الخامس والأخير في مباراة القمة والحسم لللقب بالكاس والذهب كأس مصر للكرة الطائرة الرجال موسم 2020-2021. بعد شوط أول انتهى بأفضلية لنادي الزمالك 25-23، وشوط ثاني انتهى بأفضلية لنادي الزمالك 25-18، ثم شوط الثالث شوط العودة بأفضلية أهلاوية 25-22، ثم شوط رابع 26-24، وننتظر شوط خامس بعد قرعة جديدة مع حكم المباراة الرئيس وائل أنديل، مع كابتن كل فريق موجود على أرض الملعب، علشان نبدأ شوط فاصل وحاسم ما فيهوش لا سكند ولا فيرست تكنيكال تايم أوت، يعني ما فيش تايم أوت إجباري أول أو تاني، بس مع النقطة رقم 8 أيا منهما يصل أولا يبقى في شينج كورد أو في تبديل الأماكن فيما بين الفريقين على أرض الملعب لتكافؤ الفرص. الأهلي تفوق في الشوط الثالث والرابع، وشوط خامس ينتظر جمهور نادي الزمالك وجمهور النادي الأهلي من منهما يتفوق في هذه القمة. بالتأكيد رفع من معدل التركيز، قللوا من الأخطاء لاعبي النادي الأهلي، استقبال الكرة الأولى كان مميز، قدروا ان هم يعملوا التحويلة في الجيم، ودي اللي اتكلمت عنها من بداية المباراة من أول شوط، اتكلمت وقلت الأهلي قادر ولو بنص مستوى انه يتعامل بشكل فيه أكثر فعالية. الشوط الفاصل والحاسم من مباراة القمة، نادي الزمالك قطب كبير بالتأكيد من أقطاب الرياضة المصرية، رقميا بعيد لكن جماهيريا بالتأكيد في كل الرياضات أتحدث. ومع الكرة الطايرة الوضع مختلف، لأنه النادي الأهلي طبعا عنده أرقام وألقاب نتحدث عنها بشكل كبير وكتير، نادي الزمالك أكيد عنده ألقاب وأرقام نتحدث عنها أيضا، لكن في فرق حتى في عالم كرة القدم. وننتظر بداية الشوط الخامس الفصل والحاسم، خلاص إيكوال جيم، تقفيل من منهما الأكثر تركيزا والأقل أخطاء. بداية دوران دبش على الإرسال، استقبال أمامنا، صلاح يضرب كورة لمست في السقف، ما لمستش لأن لو لمست تبقى نقطة أهلاوية. ضياء فرصة لحقت الصد، هي كده هي كده هي كده، لأنها أوت أوف سيستم، أولا مش مرفوعة من البصير، وثانيا مزنوقة في زاوية واحدة، ما عندوش رفاهية الرفع في أي زاوية تانية، فرحوا له ثلاثة قفلوها حيطة، ما فيش حاجة هتعدي النهاردة. شعار ثلاثي النادي الأهلي المرعب اللي موجود في بلوك في هذه اللحظات. إذن واحد لا شيء أفضلية أهلاوية، عبد الله هو اللي ختمها وهو اللي يبتديها. دبشة فتحي، كرة للبلوك للبلوك للبلوك، ولا أجمل ثنائي أهلاوي مرعب، المسمار اللي يقوده في هذه اللحظات عبو إلى جوار سعيد، ومن جوار سعيد يسعد يعبو. إذن اثنين لا شيء مع الكسر في بداية المباراة. سقوط لمحمد رضا طبعا ليبرو نادي الزمالك، نتمنى له السلامه والامان بالتاكيد، لاعب دولي مهم كبير وتقيل. الاهم سلامه اللاعب، اهم من المباراه والنتيجه والكاس واللقب واي حاجه ثانيه، سلامه اللاعبين اولا، لاعبي نادي الزمالك ولاعبي نادي الاهلي وكل لاعبي ونجوم الرياضه في مصر والعالم. والله نتمنى ما نشوفش اي حاجه وحشه باذن الله يا رب. ارسال عبد الله، اثنين لا شيء، يضرب مع الارسال ما يتحكمش في هذه المره، اذا وكان سقوط رضا بمثابه تايم اوت كده على الماشي علشان يوقف تركيز او يقلل تركيز عبد الله عبد السلام. عموما تعدي 2-1 الافضليه اهلاويه مع الكسر على ارض الملعب، وسايد اوت اهلاوي في هذه اللحظات. محمد مجدي احمد هيلعب فلوتر ما يتحكمش،
يخطئ. هدية بهدية والنقطة أهلوية والكرة أهلوية. 3-1. جمهور كبير بيتابع، جمهور النادي الأهلي اللي موجود قدام الشاشة الكبيرة هناك في أهلي الجزيرة وفي أهلي مدينة نصر وفي أهلي زايد وفي كل مكان، جمهور الأهلي الكبير وجمهور الزمالك أيضا اللي بيتابعنا بمناسبة إن المباراة مباشرة وحصريا على شاشة قناة النادي الأهلي، ومن ثم كل الجمهور ليه كل التحية، ونستمتع بكرة طايرة من اللي هي، لأن نجوم منتخب مصر هم اللي موجودين على أرض الملعب والالتزامات الدولية اللي جاية. سعيد مع السبايك سيرف لكن ما يتحكمش، هدية بهدية و3-2 الأفضلية أهلوية على أرض الملعب. صلاح وعبو وعبد الله المنطقة الأمامية، سعيد وسيزيتو استقبال يا ولد معوض كرة سيزيتو صاروخ يضرب لكن رضا ديفنس رائع، كرة اوت اوف سيستم في متناول حارس الصد ما يطلعولهاش غير بواحد، صح كده مومو سيزيتو اوه هتعدي 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 يجيبها عبد الله سيزيتو بلوك بعد ترانزيشن انتقالي وتحدي ورالي، عرفوا يجيبوا نقطة بتحدي كبير، نقطة مهمة لنادي الزمالك تديله الثقة على أرض الملعب، تديله الثقة على أرض الملعب. تعادل 3-3، حقهم إن نديهم الحتة بتاعتهم لما عملوا حاجة جامدة على أرض الملعب بشكل واضح وصريح. قتال كان على الكورة من لاعبي نادي الزمالك وقدروا إن هم يكسبوا الكورة ببلوك، يعدلوا هيكل بره في الشبكة اللي بره بتاعت الهاند بول، والهاند بول في هذا الموسم كان دوري زملكاوي ولقب كاس اهلاوي. أربعة ثلاثة أفضلية أهلاوية على أرض الملعب. عبو عبد الحليم سنتر نادي الأهلي يلعب فلوتر بيوجه صح دبشة استقبال من الأول بصعوبة، من ثم في فرصة للديفنس لمست الأرض فلور تاتش، النقطة لصالح نادي الزمالك يعدله 4-4. الزمالك هو اللي بيجري ورا النادي الاهلي في نتيجه دلوقتي، محتاجين بس الكسر بفارق نقطتين لان الشوط ده بيجري، الشوط ده سريع، من منهما يصل اولا للنقطه رقم 15 بفارق الكسر بفارق نقطتين، اتعادلوا وفضلنا 14-14 نكمل ان شاء الله نوصل ل 198، المهم يبقى في كسر فارق نقطتين. ماشي ضياء على الارسال، الباشمهندس يوجه فلوتر استقبال معوض بشكل حلو قوي، عبد الله سيزيتو يضرب حد صد كرة بره لمست في سعودي ولفت من اعلى احمد صلاح، اذا النقطه رقم 5 في صالح نادي الزمالك، اول تفوق في الشوط الحاسم زملكاوي على ارض الملعب. ضياء على الارسال فلوتر مره ثانيه، مومو استقبال صوابع كرة في السيستم في السيستم في السيستم يخلصها يا ولد في السيستم، طالما مرفوعة من البصير وعنده رفاهية بنوضحها مرة تانية وضحناها من مباريات كتير انه في السيستم اذا تترفع من التلت ومن البصير ويكون عنده رفاهية اللعب البيب او البايب للاعب باربعة اللي بيجي من ستة لتلاتة او لاعب العالي او لاعب الاوبوزيت او لاعب السريع ايا ما كان. صلاح ارسال دبشة تترد من الفيرست تايم يا اخي، جات أهلوية جات أهلوية جات أهلوية جات أهلوية، هنشوف أمامنا هنا الكرة والقرار والكلام من الكابتن محمد اللقاني مع حكم المباراة الثاني محمد منير وقرار وائل أنديل، قال لك أهلوية الكرة، هنشوف هي ما تجيش غير من الفيرست تايم، هما بس في اثنين لعيبة طلعوا على الكرة ما فيهاش لمسة مزدوجة من عندنا هنا من الملعب من الصالة هنا في صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، اللمسة كانت من لاعب واحد من سعودي. 6-5 الأفضلية للنادي الأهلي رسمية حتى الآن. رضا هيكل بيتكلم مع وائل أنديل وأعتقد أنه قرار سيادي ولا رجعت فيه. رضا ليبرو نادي الزمالك اللي بيحاول يحفز لعيبته ويحافظ على تركيزهم يطلعهم بره الشدة بتاعة النقطة اللي فاتت، لاعبي النادي الأهلي عليهم الاستغلال ما تبقاش الامور هاديه فياخدوا من تركيزهم. صلاح ما يتحكمش 6-6 تعديل تقفيل للشوط على ارض الملعب.
عبد المحسن سليمان، محمد سنتر محترم في تشكيله نادي الزمالك، استبال اوت اوف سيستم، سيزيتو يضرب بره بره، ما تحكمش في هذه المره. من بدايه الكره الاولى واستقبالها بوظ الهجمه لنادي الاهلي. تفوق تاني لمره تانيه على ارض الملعب في ال 13 نقطه اللي شفناهم في احداث الشوط الخامس من المباراه لنادي الزمالك. سيزيتو استقبال عبد الله، اعداد صلاح الوحش يضرب، ديفنس رائع من كوره هنا من لاعبي المنطقه الدفاعيه او الخلفيه، فما يقدرش ان هو يطلع في بلوك، كان سعودي لكن تترد مره تانية. كوره صلاح، ارتقاء صاروخ بره، ما تحكمش، ما لمستش البيز لاين او الخط الخلفي لملعب نادي الزمالك. اذا 8-6 مع كسر فرق النقطتين الشينج كورت او تبديل الاماكن على ارض الملعب. 8 زمالك 6 النادي الاهلي. استقبال الكره الاولى لازم، مهم، مؤثر. التحويلة وكأننا نرى سيناريو مكرر من مباراة تابعناها على شاشة قناة النادي الأهلي برضو مباشرة وحصريا، لو تفتكروا نهائي كاس مصر لكرة طائرة سيدات، وكنت علقت عليه ما بين الأهلي والصيد، مباراة تفوق فيها النادي الأهلي على مستوى السيدات، فريق حمدي الصافي يعني، والبنات المشرفات لكرة طائرة المصرية مش بس الأهلوية، لما تفوقوا شوط اول وتاني، ثم الصيد عاد بشوطين متتاليين، وفي الشوط الخامس كان شوط ايه محسوم 19-17 اتذكر، في هذه المباراه اللي اقيمت على صاله الشرقيه للدخان او صاله الشركه الشرقيه في الجيزه بالتاكيد. تايم اوت اول حر ميدو في هذه اللحظات بفرق نقطتين، لسه بدري صحيح الشوط ده بيجري، لكن عليهم بالتحويله الفوقان على ارض الملعب. النهارده مباراتين من المباريات الطوال، الماراثون التحدي، مباراه اولى في خمس اشواط، الجيش 25-21 ثم اتحاد 25-22 ثم جيش 25-20 ثم اتحاد 25-22 ثم 15-10 بخبره لاعبي الجيش وابن الاهلي المدير الفني الكابتن ابراهيم فخر الدين، خلص البرونز ميدل، الميداليه البرونزيه المركز الثالث. وكلام فيما بين رضا هيكل والكابتن محمد اللقاني اكيد من المدربين المحترمين فنيا اللي قدروا ان هم يوصلوا بنادي الزمالك لهذه المكانه في الدوري كوصيف ووصيف للكاس بعد غياب خمس سنين. سبال سعيد، عبد الله، سيزيتو رايموند يضرب حاطه الصد والى خارج الملعب. اذا السبعه من نقاط في صالح النادي الاهلي، ما بقناش عايزين رقم سبعه دايما، خلاص بنقول العشره دلوقتي في دوري ابطال افريقيا بمناسبه مباراه الترجي والاهلي بكره ان شاء الله في السادسه مساء بتوقيت القاهره. مباراه مهمه للنادي الاهلي ان شاء الله يحقق فيها نتيجه ايجابيه كممثل لكره القدم المصريه في هذا العرس الافريقي دوري ابطال افريقيا ويحافظ على اللقب بالكاس والذهب. هنا الاهلي يبحث عن اللقب رقم 21 يوسع الفارق مع الزمالك. كره تتضرب من دبشه من اربعه في عمق الملعب جهه سته علشان يحط النقطة رقم 9 في صالح نادي الزمالك بفرق نقطتين، الزمالك يتفوق في هذه اللحظات. تغييرة على مستوى مركز 4، خروج لرايموند سيزيتو ونزول لعبد العال أحمد في هذه اللحظات. انضم في كأس العالم 2019 مع خديو فيرميولين في المنتخب الوطني كلاعب ليبرو في التشكيلة للمنتخب الوطني الأول. فتحي على الإرسال، موزع نادي الزمالك، لا لا لا، استقبال كرة أولى سلبي. فتحي اعداد كوره حاصد يقلم قوتها يجيبها مومو، اوت اوف سيستم، صلاح هيعديها سهله، شانس بول لنادي الزمالك. ضياء فتحي كوره حاصد يقلم قوتها تتلم عبد الله في السيستم، سعيد يضرب في حائط الصد والى خارج الملعب. الضريب اللعيب اللي عنده الحل بعد ترانزيشن انتقالي، كوره فيها تحدي ورالي راحه جايه، تحول ما بين الدفاع والهجوم، لكن قدر في الاخير انه يتعامل مع حائط الصد بالشكل المطلوب المرغوب فيه احمد سعيد ويجيب النقطة رقم 8 لنادي الأهلي. تايم اوت. قلنا شوط لعب على التفاصيل الصغيرة والمختلفة فيما بين الكابتن محمد مصير حميدو والجهاز المعاون مع تامر مجدي تايجر ومحمود جمعة، على الجانب الآخر الكابتن محمد اللقاني، الكابتن هشام قطب، والكابتن وليد أبو العلا، والاطر التكتيكيه والتفاصيل مع حاله اللاعبين والتنفيذ على ارض الملعب من اجل بناء استراتيجيه فعاله. كلام عميق قوي لكن في الاخير
هو التنفيذ على أرض الملعب. سعودي على الإرسال، عبد الرحمن. واحد وعشرين عام أو 22 عام عبد الرحمن سعودي. 2 متر و7 سنتيمترات طول هذا العملاق، 3 متر 50 في الهواء مع طول الذراع والارتقاء الأعلى مع السبايك، و 3 متر 37 مع البلوك. سيبالديا كرة أوت أوف سيستم. فرصة 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 أهلوية، فرصة أهلوية، فرصة أهلوية من قبل ما تخلص. ليه؟ لأنها أوت أوف سيستم، لا مرفوعة من البصير ورفعت البقر مش بإحساس عالي من رضا محمد ليبرو نادي الزمالك، ومن ثم تدي أدفانتج، تدي ميزة أكبر لحائط الصد أو البلوك أو دفاع الشبكة بتاع النادي الأهلي إنه يتعامل، وتعامل وكان لها عبو الوحش الأهلاوي. 9-9 تعديل تقفيل للشوط على أرض الملعب. سعودي مازال على الإرسال، هيوجه فلوتر، يوجه سابها بره رضا. كرة ايه؟ بره. اذا النقطة زملكاوية على ارض الملعب 10-9 بدون اي كسور. ما تأكدتش من النقطة لان كان في حد معدي من قدامي، ما علينا. هنا في صالة هي قناة السويس بالاسماعيلية زحمة وكل الناس من منتظرة التتويج. عبد الله يا ولد يا ولد يا ولد، معلم ومنه الكل يتعلم. 10-10 وحش كبير، مايسترو تقيل، رمانة الميزان، حبة الكريز، الجوهرة. شوف كرة صعبة ازاي، لف ايده ازاي، معلمة. شوف كريستيانو رونالدو بيتألق في اليورو ازاي، هو كده، ده كريستيانو رونالدو بتاع الكرة الطايرة. ايه عارفين جيبا، بس جيبا كان ضريب ولعيب وحاجة كده تانية في البرازيل. نجومنا المصريين اللي موجودين في النادي الاهلي ما يقلوش والله عن البرازيليين ولا العالميين اللي موجودين في اي منتخب من المنتخبات اللي بتلعب في دوري الامم. ارسال بره 11 الزمالك 10 الاهلي بدون قصور. العين على سايد اوت الاهلاوي، العين على استقبال كره اولى مميز علشان تخلص الهجمه بالشكل المطلوب المرغوب فيه. مباراه طويله، معدل المباريات الطويله دايما معدل اللياقه البدنيه بيفرق عشان بياثر على معدل اللياقه الذهنيه وبتابعيه الاداء الفني. سيزيتو استقبال، حلوه دي حلوه دي حلوه. سعيد كره بره، فيها لمس فيها لمس فيها لمس. كلام مع حكم المباراه الثاني، وحكم المباراة الثانية محمد منير بيقول له فيها لمس، ورضا هيكل بيقول له والله ما لبسها لا انا ولا دبشة، وعبد الله بيتكلم مع حكم المباراة الرئيس وهينادي على حكم اللقاء الاول. لا، ميدو بيتكلم مع حكم اللقاء الثاني. هنا امامنا محمد منير، وحتى الان نقطة، هل بقت رسمية ولا غير رسمية هنتأكد في هذه اللحظات. الكلام على لاين مان او الاثنين اللاين مانز، هنا امامنا الاثنين اللاين مان، رامي شاهين وهيثم المراكبي، والاثنين من التقال قوي. قال لك ما خدناش بالنا ان فيها لمس، اذا النقطه لنادي الزمالك، يعود الكسر على ارض الملعب 12-10 لصالح نادي الزمالك. على الارسال في هذه اللحظات محمد مجدي احمد. خد التايم اوت ميدو علشان يهدي لعبته، كان لازم. حتى احمد صلاح بيتكلم مع اللعيبه بيقول له لا لمست، وعبد الله بيتكلم، والجهاز الفني لاعبنا الاهلي بيكلمه، وميدو متضايق لانه عمل مجهود كبير في هذه المباراه فنيا ومع لاعبيه، والكوره كان فيها لمس او ما اقدرش اقدرها بعيني. وقلنا ما فيش تشالنج، ما فيش تحدي اللي بيبقى موجود في عالم الكره الطايره اللي شفناه هنا في مصر في تصفيات اولمبياد طوكيو 2020 اللي فازت بها تونس على حساب مصر في اخر المباريات، كان رومان راوند او دوري من دور واحد، ومباراة 3-2 أهل تونس للأولمبياد. لكن كان في التشالنج، في التحدي طبعا ما نقدرش ننظمه او يبقى موجود في كل البطولات المحليه لانه سعره غالي، هو زي الفار كده في عالم الكره، كره القدم، او زي التشالنج او الفار برضو في عالم كره اليد، او الايه اللي هو التشالنج بيبقى موجود في عالم التنس. كل لاعب ليه 3 تحديات في كل مجموعه، ولما يروحوا للتاي بريك بيزيد تحدي اخر، تحدي رابع لو ما كانش اصلا فقد التحديات. عالم التنس ورولان جاروس ونوفاك جوكوفيتش 19 جراند سلام قرب من ال 20 بتاعت نادال وفيدرر. نرجع لاجواء المباراه، نفك شويه ونرجع شويه. لا لا لا، ضرب محروق مع بلوك هنا كان امامنا من محمد عبد المحسن، يجيب النقطه رقم 13 لنادي الزمالك. التفكير في نقطه فيها بلوك ولا ما فيهاش بلوك، فيها تاتش بلوك ولا ما فيهاش تاتش بلوك، ياخد من تركيزك. والشوط ده قلنا بيجري
13 زمالك 10 النادي الاهلي. عفيفي سيبها المومو معوض عبد الله اعداد سعيد يضرب حائط الصد ديفنس موجود فتحي اعداد كوره تتضرب جوه الملعب في 6 كان متاخر سيزيتو. اذا النقطه رقم 14 لصالح نادي الزمالك نقطه الشوط والمباراه واللقب والكاس والذهب بين ايدي لاعبي نادي الزمالك. في كل الاحوال لاعبينا واحنا على قناتنا قناه النادي الاهلي فبالتاكيد في كل الاحوال الشكر للاعبينا على المجهود الكبير مهما كانت النتيجه ولسه المباراه على ارض الملعب لكن مهما كانت النتيجه ادوا اللي عليهم ونفسه وبشرف وبقوه على اللقب والحفاظ على اللقب للسنه الرابعه على التوالي والكاس والذهب لكن لسه المباراه على ارض الملعب. في كل الاحوال لاعبينا كبار ودايما هيفضلوا كبار. عفيفي يوسف فلوتر سيبال سعيد في السيستم حصد والنقطة مع البلوك 15-10. اذا الشوط الخامس زملكاوي اللقب بالكاس لصالح نادي الزمالك بعد غياب 5 سنين عن النهائيات يعود بلقب امام النادي الاهلي قدر ان هو ياخد اللقب ويعني لاعبي نادي الاهلي ادوا اللي عليهم في هذه المباراة وبعض الاخطاء السهلة والساذجة اللي ما تلمتش في المباراة كان ممكن نأدي